مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وكل من يشاهد قناة النادي الأهلي. برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. النهاردة حلقة يوم الأحد، بداية الأسبوع، إن شاء الله تكون حلقة مميزة. أكيد هنركز بكل تفاصيل بعثتنا، بعثة النادي الأهلي اللي سافرت امبارح للكونغو لأداء طبعا مباراة فيتا كلوب. إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا، هنغطي كل كواليس بعثتنا هناك، هنغطي كمان أخبارهم، إن شاء الله كمان ضيوف مميزين جدا معانا النهاردة في البيت الكبير. هنتكلم عن مشوار النادي الأهلي في المشوار الأفريقي وحتى على المشوار المحلي. إن شاء الله تكون حلقة مميزة، ضيوف كبار، أخبار كتيرة جدا وكواليس عن بعثتنا هنعرفها مع حضراتكم. لكن طبعا في البداية برحب بك يا سهام، مساء الخير عليك. برحب بك يا كابتن هاني. مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير اللي بره مصر وجوه مصر. برحب بحضراتكم وأول حلقة من أيام الأسبوع في البيت الكبير. دايما واثقين في فريقنا، دايما أحلامهم كبيرة وإن شاء الله يوصلونا بيها البر الأمان إن شاء الله، لأنه على مر تاريخ النادي الأهلي يمكن عمره ما خذلنا، دايما كان بيحقق طموحات خلينا نقول جماهير النادي الأهلي، هو دايما اللي بيخليهم في صدارة أفريقيا. زي ما احنا متعودين الأهلي هو المتوج النهاردة بأفريقيا دايما في مقدمة الأندية. النهاردة إن شاء الله حلقة هنتابع مع حضراتكم فيها في الجزء الأول تحديدا كل أخبار الفريق كالعادة، أي تفاصيل طبعا من ساعة وصول الفريق. صحيح الفرق بيننا وبينهم ساعة، لكن النهاردة يمكن الرحلة استغرقت حوالي 5 ساعات أكتر شوية. على كل، هنتابع رحلة الطيران دي، هنتابع التدريبات، هيكون معانا كمان مراسلنا من الكونغو زميلنا كريم أحمد. بعد فقرتنا الأولى إن شاء الله اللي هنتابع فيها أخبار الفريق بشكل كبير وأيضا فيها جزء من أخبارنا العالمية، هنتابع مع ضيوفنا اللي هيشرفونا في الفقرة الأولى طبعا زميلنا الناقد الرياضي الكبير أستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي في جريدة الأهرام، هنتابع معاه مشوار الفريق في أفريقيا والدوري وغيرها من الموضوعات. كمان في الفقرة الثانية هنتكلم في نفس الكلام بس مع الكابتن هاني العجيزي مدرب فريق سموحة النهاردة، وحديث مهم يمكن في أكتر من اتجاه النهاردة كمان يعني حوالين سموحة. هاني العجيزي النهاردة يمكن أو سموحة تحديدا بيتعادل في 10 ماتشات، فملك التعادلات النهاردة سموحة في الدوري، فنتكلم النهاردة مع هاني في هذا الموضوع كمان. وسموحة يمكن لحد الآن من يعني في البطولة دي بطولة الدوري ماشي بشكل كويس جدا. يعني خلينا نقول سؤال حلقتنا النهاردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجماهيرنا ومشاهدينا، كل الناس فيها تخش طبعا وتتوقع نتيجة المباراة بين النادي الأهلي وفيتا كلاب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا. منتظرين كالعادة إجابات حضراتكم طول الحلقة طبعا، هنتابع الإجابات على فيسبوك وإنستجرام وتويتر. طبعا هنتابع كل طبعا توقعات حضراتكم من خلال يعني وسائل الاتصال على قناتنا، صفحة القناة على تويتر فيسبوك وإنستجرام. لكن خلينا قبل ما نبدأ بأي حاجة خلينا نتوجه هنا في قناة النادي الأهلي بخالص تعازي للكابتن جوهر نبيل. الكابتن جوهر نبيل عضو طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي ونجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، يمكن وفاة والده في الساعات الماضية على المستوى الشخصي بقول يعني بيقول له الله يرحمه. وجوهر من الشخصيات والكوادر الرائعة، خالص طبعا العزاء للكابتن جوهر وللأسرة، وربنا يلهمهم يا رب الصبر والسلوان. والحقيقة كمان النهاردة كان في اجتماع مهم جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تم تأجيله طبعا نظرا لوفاة والد الكابتن جوهر نبيل. وهتكون مراسم العزاء في الفقيد بكرة إن شاء الله في مسجد الحمدية الشاذلية، طبعا خالص التعازي للكابتن الكبير جوهر نبيل. طبعا بنقدم كل التعازي من قناة النادي الأهلي والبرنامج أكيد، خالص العزاء للكابتن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي في وفاة والده رحمة الله عليه، ربنا يا رب يرحمه بواسع مغفرته. خلص العزاء للكابتن جوهر وللأسرة، ربنا يلهمهم الصبر والسلوان. يعني جوهر من الكوادر الرائعة، عضو مجلس إدارة نشط جدا
يعني كان خبر حزين علينا كلنا، لكن يعني كل العزاء لجوهر واسرته الكريمه. طيب نرجع بقى لفريقنا، يعني حضراتكم النهارده الفريق يمكن وصل امبارح بالليل، يعني امبارح السبت كان فيه يمكن تدريبه في النادي، تدريبه صباحيه كان اقامها موسيماني، وكان فيه كمان جلسه مع الكابتن محمود الخطيب اثناء او بعد هذه التدريب، لكن توجه للكونغو. كان طبعا في استقبال البعثه سياده السفير حمدي شعبان، السيد حمدي شعبان ده طبعا سفيرنا في الكونغو كالعاده بيبذل مجهود كبير جدا جدا، كان حريص كمان على تذليل اي عقبات واجهتها البعثه، طبعا بيسهل عمليه الاجراءات في دخول الكونغو، يعني ده الطبيعي، واي يعني السفير بيقوم بمجهودات رائعه، يعني ان شاء الله باذن الله كل دوت بنسهل الامور على فرقتنا بقدر الامكان، حتى مع بدايه السفر في طياره خاصه اللعيبه وصلت بشكل كويس زي ما حضراتكم في الصوره، يعني كان استقبال طبعا سفارتنا هناك على اعلى مستوى. طبعا عارفين ان طبعا الاستاذ العمري فاروق طبعا هو طبعا نائب رئيس النادي، هو رئيس البعثه المتواجد مع فرقتنا، وكمان كان بيشارك في انهاء اجراءات دخول الكونغو. سياده السفير طبعا بيقوم بكل الخطوات اللي يعني بتسهل الامور، شايفين في الصوره طبعا الدخول، على فكره مطار شكله كويس يعني على المستوى على مستوى المطارات في افريقيا، اعتقد مطار شكله كويس، عندنا كواليس كتير جدا بدايه من سفر بعثتنا امبارح، بعثه النادي الاهلي، اللي يا رب ان شاء الله كلنا بندعو باذن الله ان مباراه يوم الثلاث تخرج في اطار جيد جدا. معانا مراسلنا من هناك، عندنا مراسلنا دلوقتي كريم احمد بينضم لينا طبعا من الكونغو علشان نعرف اخر استعدادات الفريق من وقت وصوله لحد اللحظه ديت. اهلا بك يا كريم، حمد لله على السلامه اولا، طمنا على سلامه طبعا البعثه كلها، لانه عارفين يمكن الرحله استغرقت 5 ساعات سفر واكتر، مع ان الفرق بيننا وبينهم ساعه واحده، يعني كلمنا اكتر عن اليوم الاول. برحب بيكي طبعا زميلتي العزيزه سهام، وكل التحيه طبعا لكابتننا الكبير كابتن هاني رمزي، وبالتاكيد طبعا يعني كواليس مهمه جدا لمباراه الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي، اللي بنتمنى اكيد يا رب ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون مع لعيبه النادي الاهلي. المباراه الاولى التوفيق غاب عننا، اهدرنا فرص عديده جدا، بنتمنى ان شاء الله هذه المباراه لعيبتنا تكون في قمه تركيزها، والتوفيق لو معانا ان شاء الله الامور هتتغير بشكل كبير جدا. الكوره فيها كتير جدا يا كابتن هاني، رغم الظروف الكبيره والجو والرطوبه وصعوبه المباراه، لكن ان شاء الله مع الثقه الكبيره والتركيز والاصرار الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله نعدي هذه الخطوة. عايز أطمنكم طبعا بشكل عام على الأمور الخاصة بفريق النادي الأهلي اليوم كان عامل إزاي، وصلنا زي طبعا كابتن هاني ما ذكر، يمكن سفير حمد شعبان مع الأستاذ عمرو فاروق طبعا نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة كان ليهم دور كبير جدا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتوجهنا إلى فندق الإقامة، يعني مع أفريقيا ومع الأدغال بتاعت أفريقيا، يعني فندق الإقامة جيد جدا وطيب جدا، بيساعد أكيد لعيبة النادي الأهلي على التركيز فقط، لكن الرطوبة عالية جدا، وده أمر حابين نتكلم عليه ونأكد عليه. عارفين النادي الأهلي قبلت الامور دي اكتر من مره، لكن بنشرح الامور وبنقول الحقيقه، لان الصعوبات لما بتكون موجوده والنادي الاهلي بيستطيع ان هو ياخد خطوه للامام ويحقق نتيجه ايجابيه في ظل الظروف دي، يحسب للاعبين والجهاز الفني، بيكون تهيئه مميزه جدا سواء من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وتوفير طائره خاصه لاستعداد بيسو موسيماني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مع جلسات اللاعبين، كل الامور دي بنتمنى يكون ليها مردود كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي في مباراه يوم الثلاث، رغم المباراه هتكون 2 ظهرا بتوقيت كينشاسا 3 عصرا بتوقيت مصر، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون في هذا الميعاد المناخ يكون طيب معانا، لعيبتنا تكون في قمه تركيزها. النهارده يا كابتن هاني زميلتي سهام التدريب كان جرعه تدريبيه قويه وشاقه جدا، وكان فيها حماس كبير واصرار كبير من لعيبه النادي الاهلي، يمكن اتكلمنا وقلنا الحماس والجديه دي كان ليها تاثير عكسي شويه، بس الحمد لله اطمنا على اللاعبين. الكره كانت مشتركه قويه جدا بين محمد هاني وصلاح محسن، كان في كدمه قويه وجرح بسيط جدا لمحمد هاني، لكن برجولته الكبيره وباصرار كبير محمد هاني على طول يمكن تدخل الجهاز الطبي ليه للنادي الاهلي وقام باسعافه مباشره، اكدنا وطمنا مع دكتور احمد ابو عبله طبعا الجهاز الطبي للنادي الاهلي، سيكون متواجد محمد هاني غنب في التدريب بكل قوه ان شاء الله يكون له دور كبير في مباراه يوم الثلاثاء. عمرو السوليه وطاهر محمد طاهر يمكن لم يشاركوا في التدريب الجماعي، لكن هي امر اجهاد فقط لا غير، هيكونوا ايضا كمان متواجدين غدا. كل اللعيبه النهارده يمكن خدت الانطباع بقى كابتن هاني للترتان، الترتان قديم وبقى له فتره كبيره جدا، 8 سنين الترتان ده ما اتغيرش، فالترتان القديم ده بيزود الصعوبه، ممكن نقدر نقول لو ترتان جديد كان هيبقى بيسهل شويه على لعيبه النادي الاهلي رغم صعوبه الامر، لكن ترتان قديم ده صعب شويه مع الرطوبه، لعيبه النهارده عانت بشكل كبير جدا من التدريب، لكن بناكد في كل مره رغم الظروف رغم الاصابات رغم غياب علي معلول بقيمته الكبيره، رطوبه حر وجود جمهور، كل الامور دي النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي مركزه فيها بشكل كبير جدا، هو هدف وحيد ان شاء الله
ان احنا نرجع بثلاث نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في شكل المجموعه، ومنها ان شاء الله نوصل للدور نتاهل لدور ربع النهائي. عايز اقول لك كمان يا كابتن هاني، زميلتي سهام عقب انتهاء العشاء مباشره، مش جديد على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي مباشره اجتمعت مع بعض بعيدا عن الجهاز الفني، الكل بيتكلم على اهميه المباراه، كل واحد بيحفز الثاني، عارف ان في جمهور كبير جدا بيساند وبيدعم، فلابد ان احنا نبذل قصارى جهدنا في المباراه. هي ومن دول لعيبه النادي الاهلي، وهي دي القيمه الكبيره للشناوي الايمن اشرف لكل اللعيبه الكبار، وليد سليمان ايضا كمان يمكن بتواصل بشكل مستمر مع لعيبه النادي الاهلي. مباراه مهمه وليها تركيز كبير واصرار كبير، لكن في الاخر خالص انقصنا التوفيق يا كابتن، يعني التوفيق لو معانا ان شاء الله في هذه المباراه مع التركيز الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله نخطي هذه الخطوه. كلنا عايز كمان ادي معلومه لغدا والبرنامج الخاص بيه غدا. اتفضل اتفضل يا كابتن. اتفضل. لا انا كنت هكلمك بس قبل البرنامج بتاع بكره في جزئيه اتكلمت عليها، طبعا ارضيه الملعب واضح جدا احنا كنا متمينين انها تكون ارضيه يمكن من الجيل الحديث من الترتان، لكن واضح انها يعني سيئه جدا، لكن كل التوفيق لفرقتنا. اكيد النهارده يعني فرقتنا اتمرنت على الملعب الرئيسي اللي هيتلعب عليه المباراه وكمان بكره، وده يعني من لوائح الكاف ان لما بيكون في نجيل صناعي من حق الفريق انه يتمرن مرتين على ملعب المباراه، وان شاء الله التدريب بكره كمان يسهل على اللعيبه. بالنسبه للجماهير يا كريم، في حضور جماهيري ولا يمكن يعني هيبقى الكاف تعليماته بعدم حضور جماهير بدايه من مباراه النادي الاهلي، عدم حضور اي جماهير، ولا يعني في بعض الجماهير هتخش او عدد معين من الجماهير هتكون موجوده يوم الثلاث ان شاء الله؟ بالتاكيد طبعا يا كابتن هاني، قبل ما اكلمك على الجماهير باكد طبعا على نقطه الترتان النهارده، يمكن اللعيبه داست بقى في الارض كلها وخدت احساس الترتان واحساس الباص، لان انت عارف الباص بيختلف من جيل طبيعي لجيل صناعي، فان يا رب ان شاء الله باذن الله غدا كمان اللعيبه تتاقلم بشكل كبير جدا على الترتان، ويا رب ان شاء الله ما يكونش عامل مؤثر على لعيبه النادي الاهلي. بالنسبه للجمهور، توقع اي شيء يا كابتن هاني بعد مباراه سيمبا التنزاني والعدد الكبير اللي كان متواجد في المدرجات، التصريحات هنا وكل الامور وكل المعلومات الخاصه طبعا اللي بتاتي من فيتا، 3000 مشجع يكونوا متواجدين بموافقه الكاف، لكن من الظاهر ومن المتوقع ان العدد هيكون اكبر، يعني 30 مجرد سفيره الحكم بتنطلق هيبقوا بالظبط يا كابتن هاني، يعني الابواب بتفتح وخلاص بقى الامر بيكون صعب، لكن اللي انا عايز اقوله لك ان لعيبه النادي الاهلي حاطه في دماغها هذا الامر، جمهور متواجد، عدد كبير متواجد، الطقس يكون سيء، درجه الحراره بتصل 35، الرطوبه بتصل يا كابتن هاني هنا 87، فامر صعب جدا. اكيد انت كنت نجم كبير اكيد يا كابتن هاني، وعارف دي اصعب حراره جريمه ده بيكون صعب جدا لعيبه النادي ده، صحيح اصعب من الحراره نفسها الرطوبه، لكن برضو زي ما انت بتقول يا كريم كل دوت هتحط على جنب، وان شاء الله نكون قادرين ونبقى رجاله في الملعب، وان شاء الله الصعوبات دي ما يعني لا تذكر، في يعني بجانب اصرار النادي الاهلي وعزيمه النادي الاهلي والهدف كمان اللي بيلعبوا عليه ان شاء الله اللي هو الوصول لدور الثمانيه باذن الله كريم ان شاء الله. بالتاكيد يا كابتن هاني ان شاء الله هي المباراه دي هتحسم بشخصيه اللاعبين وروح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي، بنراهن على كده لان لعيبتنا ان شاء الله رجاله وهتعدي ان شاء الله هذه المباراه الصعبه جدا. عايز اذكركم طبعا باب البرنامج الخاص غدا 10 صباحا بتوقيت كينشاسا، هيكون المؤتمر الصحفي لفريق النادي الاهلي طبعا بقياده بيتسو موسيماني بحضور محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي، 11 صباحا ايضا بتوقيت كينشاسا هيكون الاجتماع الفني بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي، كابتن ماهر عبد العزيز، والتدريب كعادته طبعا 2 ظهرا بتوقيت كينشاسا هو موعد المباراه، ويكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يا كابتن هاني دعواتك ودعوات طبعا زميلتي سهام ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نتخطى هذه الخطوه، ويكون لنا حسابات كبيره جدا طبعا في المجموعه، ويكون لنا حسابات بمباراه المريخ ومباراه سيمبا في العوده، لكن ان شاء الله عندنا هدف وفرصه كبيره جدا ان شاء الله ان احنا نعود من كينشاسا الى مصر بثلاث نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في التاهل لدور ربع النهائي باذن الله. ان شاء الله نتيجه ايجابيه، وكلنا بنقول يا رب. وصل لهم تحياتنا كريم، ان احنا ان شاء الله يعني جمهورنا طبعا جمهور النادي الاهلي واقف مع فريقه، وان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه هناك. يمكن كلام مهم جدا جدا قاله كريم زميلنا حوالين استعدادات الفريق النهارده لملاقات فيتا كلاب الكونغولي، انا اللي حكاه بالظبط كان فاروق صلاح في سامبا وبيحكي عن الاجواء في تنزانيا الحقيقه. بس هنا كمان يعني اضافه للصعوبات او التحديات اللي هيمر بيها الفريق، كان موضوع الترتان ده يمكن النهارده واحده من لوائح كاف ان الفريق اللي مش متعود على الترتان او النجيله الصناعي لازم يتدرب على الاقل يومين. هو الطبيعي يعني طبيعي لما يومين بيكون في كاف لما بيكون نجيل طبيعي يوم
بيبقى يوم واحد ليله المباراه بيتمرنوا تمرينه واحده، لكن هنا النهارده الترتان ده هيخليهم يتدربوا النهارده وبكره على نفس الملعب او نفس النجيله ديت. لكن طبعا اكيد انا حسيت من كلام كريم النهارده انه الحماس يمكن مسيطر على الفرقه كلها خلاص، يعني في رغبه النهارده من اللعيبه كلها لازم نحقق الفوز، مهم جدا هذا الفوز في مشوار الفريق السنه دي الحقيقه. والحقيقه برضو انه النهارده بمجرد الوصول الاستاذ عمرو فاروق رئيس البعثه، النهارده كان في جلسه مهمه جدا جدا ما بينه وما بين سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في الفرقه علشان يناقشوا ويبحثوا ايه هي الترتيبات اللازمه قبل مباراه فيتا كلوب. يمكن كان السيد عمرو فاروق النهارده كان حرص انه يطمن بنفسه على التجهيزات او الترتيبات، اللي خاصة بإقامة الفرقة في الأوتيل، متابعة الاستعدادات أكيد اللي خاصة بمواجهة فيتا كلاب. عندنا النهاردة كمان تحدي آخر اسمه فيروس كورونا، أكيد سبل الراحة كلها بتتوفر حاليا للفريق. كان بيتابع برضو كل الإجراءات الخاصة سواء بقى التدريبات، تنقلات البعثة مع كابتن سيد وسمير عدلي المدير الإداري للفرقة، فكان شيء مهم جدا جدا. بس قبل ما أكمل الحقيقة عايز أعرف برضو حضراتكم تاني على الكوماندوز الأهلاوي اللي يمكن اختاروا من النهاردة مستر بيسو موسيماني للمباراة مع فيتا كلوب. عايز أقول لكم على قائمة الأهلي تحديدا اللي حددها موسيماني، طبعا لحراسة المرمى شناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، للدفاع أحمد رمضان بيكم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم أيمن أشرف وبدر بنون وسعد سمير ومحمد هاني، في نص الملعب حمدي فتحي حسين الشحات ديانج السولية أفشة نصر ماهر أكرم توفيق أحمد نبيل كوكا، في الهجوم مروان محسن شريف وصلاح محسن وبواليا وطاهر الحمد لله بيرجع اهو وأجاي. فعشان نتعرف أكتر على استعدادات الأهلي للمباراة المهمة والمرتقبة ديت خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع مرة تانية في البيت الكبير. خاض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الرابعة والنصف عصر اليوم ميرانه الأول بمدينة كينشاسا الكونغولية بمعنويات مرتفعة وآمال عريضة استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي الثلاثاء المقبل في 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت الكونغو على ملعب الشهداء، وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى من دور المجموعات، ثم خسر من سيمبا التنزاني بهدف دون رد بالجولة الثانية قبل أن يتعادل على ملعبه مع فيتا كلوب بهدفين لكل فريق بالجولة الثالثة. ويحتاج المارد الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب للحفاظ على آماله في بلوغ الدور المقبل بعدما احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف فيتا كلوب صاحب نفس الرصيد، بينما يحتل سيمبا التنزاني الصدارة برصيد 7 نقاط والذي تنتظره مباراة سهلة نسبيا عندما يستضيف المريخ السوداني صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة. وفضل الجهاز الفني للنادي الأهلي السفر مبكرا إلى الكونغو للتعود على الأجواء في الطقس الحار واللعب على ملعب من النجيل الصناعي، لا سيما مع حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق الأحمر في رحلاته بأدغال إفريقيا توفيرا للوقت والجهد وحفاظا على اللاعبين من الإجهاد بسبب طول رحلة السفر والترانزيت خلال رحلات السفر العادية. وبهدف وضع خطة متوازنة قبل مواجهة الثلاثاء الصعبة والفارقة في المشوار الإفريقي للمارد الأحمر، طلب الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي من لاعبيه في ميران اليوم خوض اللقاء بمنتهى القوة والإصرار لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب، ثم تطرق إلى شق آخر وهو صعوبة موقف الفريق الأحمر في مجموعته، وقال للاعبيه: نحن في وضع صعب، نعلم أن هناك أمورا خارجة عن الإرادة تعرضنا لها، ولكن يجب علينا اللعب بمنتهى القوة وتقديم أنفسنا كأبطال للنسخة الأخيرة بالقارة أمام فيتا كلوب.
وقام موسيماني بإلقاء محاضرة بالفيديو على اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف فيتا كلاب وطريقة لعب المنافس على ملعبه، لا سيما أن أسلوبه في اللعب يختلف على ملعبه عن اللعب خارج أرضه. وحذر خلال المحاضرة من استغلال المنافس للأجواء الحارة والرطوبة العالية التي يعتادون عليها، وطالب لاعبيه بتقسيم الجهد البدني على مدار 90 دقيقة. وكانت قد وصلت بعثة الفريق إلى الكونغو مساء أمس على متن طائرة خاصة برئاسة العامر فاروق نائب رئيس النادي بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 5 ساعات. وكان في استقبال البعثة حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو، والذي حرص على الوجود في المطار للترحيب بالفريق وتسهيل إجراءات الخروج. وفور وصول البعثة لمقر الإقامة خلد الجميع للراحة، كما خضعت البعثة اليوم لمسحة طبية داخل فندق الإقامة طبقا للبروتوكول الذي يطبقه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل 48 ساعة من مباريات مسابقاته المحلية. طبعا كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله يوم الثلاث. مباراة صعبة، وكلمنا هنا في البيت الكبير والناس عارفة كلها ان المباراة صعبة. خلينا نتكلم ان دي مباراة لاعبين بكل أمانة. يمكن أنا على المستوى الشخصي مريت بتجارب زي كده، بيكون في مباراة كده اسمها مباراة لاعبين. مجلس الإدارة مشكورا بيعمل كل مجهوداته من طائرة خاصة اللي شايفين فندق إقامة على مستوى الأفريقي مستوى جيد جدا، في راحة، في تغذية مناسبة، في ده دور مجلس الإدارة. على الإدارة الفنية كمان اللي بتقوم بمهامها. موسيماني يمكن كمان علشان البعثة وصلت متأخر، كان يوم طويل قوي امبارح، كان في سفر، كان في تمرين الصبح وسفر طويل قوي، يمكن وصلوا بالليل متأخر فاداهم كمان راحة، ما كانش في فطار النهاردة، فعمل وجبة اسمها برانش اللي هو يعني دمج ما بين الفطار والغداء عشان يسمح للعيبة انها تاخد اكبر قدر من الراحة وتنام براحتها خالص. ده على المستوى التأهيلي. على المستوى الفني شرح النهاردة يعني أكيد بعض النقاط القوة والضعف في فريق فيتا كلاب، شرح اللي احنا ممكن نشتغل ازاي من خلال التقرير. كمان قال ان الفرقة لازم تقسم مجهودها على المباراة بشكل كبير جدا، في حرارة في الجو، في رطوبة، في أرضية، كل دوت موجود وكل دي صعوبات عارفينها، لكن يتبقى مهم جدا هو دور اللعيبة. هذه هي مباراة اللاعبين. وعجبني جدا كمان كريم أول ما قال إنه بعد ما خلصوا عشاء اللعيبة راحت لوحدها وبدأت تتكلم مع بعض، وصدقوني هو ده المهم. الإدارة الفنية بتتكلم، مجلس الإدارة بيقوم بدوره، لكن اللعيبة لما بتلم بعض في أوقات زي كده، النهاردة كان في لمة كويسة جدا، أنا متأكد كمان هيكون بكرة في لمة كويسة. دور اللاعبين مهم جدا في المباراة المصرية الكبيرة. أكيد الدور الفني كمان ليه دور، لكن في اعتقادي الشخصي أن إرادة اللعيبة وعزيمة اللعيبة رغم الجو ورغم الحرارة ورغم الترتان، أن روح فانيلة النادي الأهلي وروح الفانيلة الحمراء لازم تظهر إن شاء الله يوم الثلاث. الإصرار على المكسب لازم يكون موجود من أول دقيقة. أنا بتكلم على دي أدوار اللعيبة والكباتن الموجودة فيها سهام، ده دور مهم جدا في مباريات بتسمى مباريات اللاعبين. مجلس إدارة زي ما قلت بيقوم بدوره، الإدارة الفنية بتقوم بدورها، ده جزء. والجزء المهم يعني إدارة فنية مهمة جدا، لكن أنا في اعتقادي الجزء الأهم إرادة وعزيمة اللعيبة أنها إن شاء الله بإذن الله نازلة من أول دقيقة تحقق الانتصار، وده مهم جدا إن احنا نطلع إن شاء الله كسبانين المباراة دي. يا رب إن شاء الله. هي الصعوبة النهاردة مشكلة كبيرة جدا جدا، مسألة الترتان دي مسألة كبيرة جدا جدا، لكن النهاردة يمكن كان موسيماني كان بيعقد جلسة مع الفريق المعاون في فندق الإقامة زي ما أنت قلت، كلموا في أمور مهمة جدا، بس الأهم فعلا هي قعدة اللعيبة مع بعض والكبار في الفريق والقيادات اللي في الفرقه بقى، شناوي، ايمن اشرف الحمد لله اهو بيتعافى، نقول لكم دلوقتي خبر عنه. لكن النهارده الصعوبات يمكن اكتر حاجه هيقابلوها، سيبك بقى من موضوع الرطوبه والحر ودرجه الحراره اللي واصله فوق ال 35، هو موضوع النجيله وكل بتفرق. الخوف من مساله الاصابه، انا ده الاصابه لا قدر الله، لا قدر الله، اكيد الترتان دوت. خلي بالك هو في بعض الاحيان لما بيكون الترتان بهذه النوعية سيئة وبيبقى الجو الظهر شوية بيترش بمية، لكن بيبان من خلال التدريب، يعني شايفين مفيش يعني زي ما بيقول كده بلغة الكرة مفيش شعر النجيل، يعني هي نجيلة ناشفة، واضح ان هو من الجيل القديم شوية. ده بيترتب عليه حاجات فنية لازم اللعيبة تكون عارفاها، الباص يبقى ازاي، الكنترول على الكرة ازاي، نطة الكرة تبقى ازاي،
النادي الاهلي بيلعب استحواذ، فده كمان مهم جدا انه ياخد على ارضيه الملعب ان شاء الله تمرين كمان بكره تساعدهم شويه. لكن زي ما بقول لك يعني هي اكبر نسبه استحواذ وان شاء الله يحاول نتيجه. انا بص انا عارفه ان نجوم الاهلي دول اللي احنا شايفينهم دلوقتي كلهم قادرين يتغلبوا على اي صعوبات بقى مش بس الترتان، متاكده ان هم يحققوا امال جمهور النادي الاهلي في الفوز بمباراه يوم الثلاث ان شاء الله اللي جايه دي. يمكن عندنا اصابات كتير لكن النهارده بمناسبه واحنا بنتكلم بقى عن الاصابات وسواء بقى من الاجهاد العضلي او بخلاف ده، النهارده ايمن اشرف الحقيقه كان بيشارك في التمرين الجماعيه النهارده على ملعب الشهداء في كينشاسا بعد ما تعافى من حاله الاجهاد كان بيشتكي منها قبل ما يسافر للكونغو تحديدا، ودي برضو ابعدته عن مباراه الاسماعيلي لو تفتكروا الاخيره في الدوري هنا في مصر. الجهاز الطبي كان بيطمن بقى جمهور النادي الاهلي النهارده بياكد جاهزيه سلية وطاهر محمد طاهر علشان يشاركوا كمان في التدريب الرئيسي بكره باذن الله علشان يستعدوا للمباراه دي. النهارده كلهم كانوا بيخوضوا برنامج تاهيلي بس النهارده طبعا على هامش مران الفريق دكتور احمد ابو عبد طبيب الفريق اكد جاهزيه السلية وطاهر علشان بكره يكونوا موجودين مع زمايلهم، وقالوا ان طاهر تحديدا كان بيعاني من التواء في الكاحل والسلية كان بيعاني من اجهاد عام زي ايمن تقريبا. مهم يرجعوا طبعا مهم يرجعوا كمان زي ما بقول لك يمكن كان في راحه كان في برنامج تاهيلي. مهم جدا جدا عوده طبعا طاهر محمد طاهر، عوده ايمن اشرف لا اعتقد كان ليه يعني دور مهم جدا جدا في المباريات السابقه سواء بيلعب سيرد باك سواء بيلعب باك شمال. ايمن اشرف من اصبح من القوى الضاربه للنادي الاهلي حتى على المستوى الهجومي، مهم جدا رجوع اللعيبه ديت. لكن كمان على مستوى الاجراءات الاحترازيه النهارده عارفين البروتوكول الاتحاد الافريقي انه بيقول 48 ساعه قبل طبعا اقامه اي مباراه بيقام عمليه المسحه الطبيه اللي النادي الاهلي عملها بمقر الاقامه في الكونغو. ده زي ما قلت لحضراتكم دي اكتر لقطه بحبها انت عارف طبعا في حياتي يعني كل اللعيبه يعني اتعودت. لكن بروتوكول على فكره النادي الاهلي كمان عارف القاهره كمان عمل مسحه قبل ما يسافر ده تاكيدا، لكن هو بروتوكول طبعا الامور ان شاء الله باذن الله تكون كل النتائج سلبيه لان احنا محتاجين كل لعيب يعني محتاجين كل لعيب في المواجهه المرتقبه يوم الثلاث. لكن زي ما بقول لك يا سام عوده طبعا طاهر محمد طاهر وايمن اشرف كمان عوده اعتقد قويه جدا، كان في عندهم عمرو السولية كمان ودلوقتي شايفين قفشه ان شاء الله ربنا يوفقك كده قفشه وتجيب لنا جون ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله. انا متوقع ان شاء الله نجيب جون يوم الثلاث ان شاء الله. بنشوف علي لطفي اللي بيقوم بدور اكتر من رائع مع زمايله اكرم توفيق، كل اللعيبه يعني متحمسه وكل اللعيبه عندها روح طويله جدا ومباراه مهمه. اللعيبه عارفه يعني عايز اقول لك ليه بنسمي بعض المباريات مباريات اللعيبه، وعلى فكره كمان المدربين بيقولوا اللعيبه كده بيقولوا المباراه دي بتاعتكم احنا بنقوم بالدور الفني بنقدم اقصى ما وسعنا، وموسيماني بيقوم بصراحه بجهد اكتر من رائع في عمليه التحضير عمليه راحه اللعيبه في التدريبات بيقوم بدوره يعني كمدير فني محترف. لكن في مباريات تحس انها ديت ساعات بنقول اللعيبه واجب مش حكايه واجب الموضوع بقى خلاص انت حتى لو في اخطاء في الاداره الفنيه بنلاقي اللعيبه من جوه حماسها ورجولتها وروح الفانيلا الحمراء ما بتبينش الاخطاء دي، اللي بينزل بيموت نفسه في الملعب لازم يعرفوا انه لازم يقسموا الجهد شويه. تلعب الساعه 3 الظهر المباراه 90 دقيقه في وقت حر لازم تقسم الموضوع بشكل جدي، لكن روح القتاليه وانك تنزل اول دقيقه بتقول رساله لفيتا كلوب احنا جايين هنا عشان نكسب مش عشان نتعادل او نخرج بالنتيجه 1-1 2-2 احنا جايين عشان نكسب، دي رساله مهمه جدا جدا خاصة في أول ربع ساعة من المباراة يا سامية. أنا بفتكر وكابتن هاني بيتكلم بقى فكرة لما كل ضيوفنا اللي جولنا هنا وكل الخبراء الفنيين واللعيبة السابقين ما بيتكلموش غير في فكرة واحدة إن أنت بعد ما توصل لأعلى كيرف عندك حققت كل حاجة، حققت النهاردة دوري وكاس ودوري أبطال أفريقيا ورحت شاركت بكاس العالم ما كانش التمثيل مشرف زي ما البعض كان بيتمنى حتى، وحققت ميدالية وحققت المركز الثالث، فطبيعي جدا جدا أنه هذا الكيرف كان ينزل شوي، المنحة ده كان لازم يحصل له حاجة. أفتكر دلوقتي بقى خلاص بداية أن أنت ترجع تاني
يعني تفك. انا بشوف ده بقى معدن الابطال في التوقيت ده بالذات. انت عندك ثلاث مباريات في غايه الاهميه، صحيح، يعني هو الجمهور ولازم تحقق فيهم نتيجه. وافتكر ان هو ده اللي بيتقال دلوقتي في غرفهم مع بعض وهم قاعدين. موسيماني قال كده للعيبه، يعني موسيماني برضو قال احنا في موقف صعب، ولما المدير الفني بيقول لي اللعيبه انت في موقف صعب، ده بيحمله جزء من المسؤوليه. احنا كلنا في مركب واحده، بس المسؤوليه لينا كلنا، وما زال النادي الاهلي قادر، احنا قادرين ان شاء الله باذن الله ان احنا نوصل اول مجموعه، بشرط ان شاء الله الحصول على التسع نقاط اللي جايه، وده مش بعيد عن النادي الاهلي. ده معدن الابطال بيبان في التوقيت ده من خلال لسه نرجع كمان علشان كمان في جزئيه مهمه جدا، كابتن سامي قمصان كمان بيقوم بدور اكتر من رائع مع موسيماني على الجانب الفني اكيد، وكمان على الجانب النفسي اللي هنتكلم مع برضه مع زميلنا كريم ومع كابتن سامي قمصان في الكونغو. نرجع، مساء الخير يا كريم مره ثانيه. اهلا طبعا كابتن الكبير كابتن هاني رمزي، وكل التحيه لزميلتي العزيزه سهام، واكيد كل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. اجواء وكواليس مباراه الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي، يا رب في البدايه ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي زي ما بنأكد كابتن هاني زميلتي سهام بالجديه والاصرار والعزيمه، ان شاء الله باذن الله يقدر النادي الاهلي يتخطى هذه المباراه رغم الصعوبه والاجواء والظروف اللي اكيد هنتكلم فيها طبعا مع كابتننا الكبير الكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. يا كابتن سامي برحب بيك طبعا في البدايه، وموفقين ان شاء الله باذن الله. كل مره بنتكلم على الجديه والحماس وروح النادي الاهلي والشخصيه الكبيره وشخصيه اللاعبين هي اللي تقدر تحسم المباراه رغم كل الظروف، حطينا في الاجواء كابتن سامي الوصول الامور عامله ازاي، وحتى هذه اللحظه الامور ماشيه ازاي مع فريق النادي الاهلي؟ طبعا في الاول تحياتي كابتن هاني، وبقول له كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. تحياتي لسام طبعا، وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت مباراه مهمه وكبيره بالنسبه لنا، واستعدادنا الحمد لله بشكل مميز الحمد لله. اللعيبه كلها عندها دوافع كبيره وعندها تركيز كبير ان شاء الله. يمكن التوفيق ما كانش معانا المباراه اللي فاتت، لكن اتمنى ان شاء الله يكون التوفيق معانا ان شاء الله وفي صالحنا، وان شاء الله نقدر نحسم ان شاء الله المباراه ان شاء الله صالحنا باذن الله. مش هنتكلم عن ظروفها يا كابتن سامي، لان الظروف حقيقه اللي متواجدين فيها، الرطوبه، الترتان، الجو العام، يعني حابين ننقل للناس الصعوبات اللي بيقابلها النادي الاهلي والانجاز لما بيتحقق بيبقى عامل ازاي، لان بيبقى جاي بعد جهد كبير جدا. اللعيبه بتجتهد والجهاز الفني بيجتهد بيذاكر، فريق فيتا بينقصنا التوفيق بس يا كابتن سامي في هذه المباراه. بص خلينا نتكلم، يعني طبعا انت اكتر واحد شايف الجو عامل ازاي ورطوبه، وشايف الملعب وارضيته وتوقيت المباراه نفسه الساعه 2 يعني صعب جدا. لكن دايما احنا ما بنحبش نتكلم في اعذار. اللعيبه اتكلمت النهارده والراجل اتكلم النهارده ان ما فيش اعذار، ان لعيب النادي الاهلي اللي هو قادر، اللي هو بيلعب في النادي الاهلي بيلعب في كل الاجواء المتاحه، سواء الصبح سواء بالليل، جو حر جو برد، فكل الامور ديت يعني اعتقد اللعيبه مركزه كويس وعندها هدف واحد بس بتسعى له، كلنا اللي احنا نرجع تاني ان شاء الله بثلاث نقاط مهمه بالنسبه لنا، وان شاء الله تاكيد لصعودنا ان شاء الله للدور التاني. التدريب الاول النهارده زي ما بنقول لوائح الكاف، بتدينا تدريبين على ملعب ترتان. جوده الملعب يا كابتن سامي يمكن دوست عليه واتدربت عليه النهارده اول يوم، انطباع اللعيبه ايه عليه مع الرطوبه كمان في التوقيت ده؟ امر صعب جدا، فحابب اخد منك انطباع اللعيبه كان عامل ازاي النهارده، وانطباعكم الجهاز الفني عامل ازاي؟ برضه هرجع تاني اقول لك ان يعني مش عاوز اتكلم في حاجه عشان ما تتقالش اللي دي اعذار والكلام دوت. ارضيه الملعب حوالي بقاله حوالي تقريبا 8 سنين او 9 سنين ما اتغيرتش يعني، وده صعبه جدا في الـ في الـ في الملاعب اللي هي النجيل الصناعي يعني. الجو طبعا زي ما انت شفت برضه نفس القصه، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه. اللعيبه اتكلمت مع بعض، وزي ما قلت لك الراجل اتكلم في النقطه ديت ان مفيش اعذار، لازم نلعب في كل الظروف المتاحه بالنسبه لنا، ولازم نقاتل عشان احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف الصعب ده، واعتقد ان مفيش حد هيخرجنا منه الا احنا يعني واللعيبه ان شاء الله. اتفضل. كان باين يا كابتن سامي في التدريب النهارده في كرات مشتركه وحماس وجديه كبيره جدا. شفنا محمد هاني مع صلاح محسن بيبان الجديه والحماس. اصابه مع محمد هاني، لكن دي بتدينا انطباع وبتدي الجهاز الفني انطباع ان في رغبه كبيره جدا وفي حماس كبير جدا، ان شاء الله نعدي كل الخطوات. بصوا ده عشاننا دايما في لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي دايما في الاوقات الصعبه، لان هو لعيب كبير ودايما المباريات الكبيره تبقى عاوزه لعيب كبير. اعتقد النهارده الحماس كان كبير جدا في التمرين، كل عاوز يشارك، كل عاوز يقاتل، كل عاوز عارف ان الموقف صعب جدا، عاوز يكون له دور كبير جدا في الصعود يعني. يمكن النهارده اصابه خفيفه لمحمد هاني يعني، لكن الحمد لله بسيطه، يقدر ان شاء الله يشارك يعني المباراه بسهوله يعني. لكن زي ما انت قلت روح جميله وتصميم اللعيبه اللي هي عاوزين يحققوا الهدف دوت، وان شاء الله ربنا يكتبه له ان شاء الله. على ذكر التصميم يا كابتن سامي، غياب علي معلول بيزود دوافع عند لعيبه النادي الاهلي، واحد بقيمه علي معلول الكبيره، واحد من نجوم النادي الاهلي، دي بتزود رغبه وبتزود دافع
عايزين الناس تفرح جمهور النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي عايزه تفرح الجمهور وعايزه كمان تسعد اللعيبه اللي مش متواجده معاها. تتفق معايا في هذا الامر ولا لا؟ طبعا معاك مليون في الميه. عالم من اللعيبه المميزه جدا ومفتاح كبير جدا، مفتاح لعب بالنسبه لنا يعني، سواء على المستوى الدفاعي والمستوى الهجومي والكرات الثابته ولعيب عنده خبرات كبيره ويقدر تلاقيه موجود يعني. لكن زي ما قلت وزي ما انت قلت ان اللعيبه كلها عندها تصميم لا يتحقق كده، ان انا ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه الموجوده. حتى وحيد لما لعب قبل ما يتصاب ادى اداء كويس النهارده، ان شاء الله ايمن يشارك ان شاء الله برده ويؤدي اداء طيب، وان شاء الله تكون دي هديه لينا لعلي ان شاء الله ورجوعه تاني باذن الله. اللعيبه بتتكلم على الجهاز، لكن كابتن سامي ابرز الكلمات اللي ممكن يقولها ايه مع لعيبه النادي الاهلي؟ تحفزهم ازاي؟ انا عارف الرغبه موجوده والدافع موجوده، لكن بخبرتك الكبيره اكيد الرساله بتوصل والدافع بيوصل. تقول اللعيبه كابتن في هذا الامر؟ بص والله يمكن احنا دايما بنتكلم كده وكابتن سيد نفس القصه، ويمكن انت عارف لان احنا العنصرين الوحيدين اللي في الجهاز مصري يعني. فقبل ما بتتكلم بتلاقي اللعيب هو اللي بيكلمك في الحاجات ديت يعني، اللي ما تقلقش ان شاء الله احنا مركزين، احنا عارفين ان وضعنا صعب ازاي، عندنا تصميم ان احنا ان شاء الله نكسب ونادي اداء كويس ونكسب مكسب كويس. فكل الحاجات دي بتطمنك وبتدي لك ثقه وبتدينا ثقه وبتدي للراجل ثقه وتدي ان شاء الله جمهور ثقه. ودايما النادي الاهلي اعتقد ان اللعيبه ما خذلتلوش في كل الاوقات يعني. فاعتقد ان شاء الله ان المباراه يوم الثلاث ان شاء الله برده نفس القصه، اللعيبه تادي فيه اداء كويس جدا وان شاء الله تادي نتيجه كبيره تساعدنا ان شاء الله في التاهل ان شاء الله. شكرا 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 جزيلا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. تصريحات مهمه جدا اكيد يا كابتن هاني. زميلتي سام حاله تركيز كبيره لكل لعيبه النادي الاهلي، وده اللي بنراهن عليه على طول، الجديه وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء في كل مره بناكد على هذا الامر، لان المباراه دي بتتحسم كده، بتتحسب بشخصيه اللاعبين وبتتحسب بقيمه النادي الاهلي الكبيره. هو هدف وحيد ان شاء الله باذن الله يستطيع النادي الاهلي ان يتخطى مباراه فيتا الصعبه جدا جدا. بناكد على صعوبه المباراه لان كل الظروف والعوامل المحيطه بهذه المباراه مباراه صعبه، لكن لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه، وايضا كمان كل لعيبه رجاله زي ما عودتنا هدفها وحيد هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. عوده الاستوديو مره ثانيه والكابتن هاني رمزي وزميلتي العزيزه سهام. كل الشكر طبعا ليك يا كريم. طبعا زي ما بنقول مباراه اكيد مباراه صعبه، وده واصل للجهاز الفني واصل للعيبه. حتى تصريحات الكابتن سامي قمصان كلها جديه، ورغم الظروف الصعبه بيقول اللعيبه بتتكلم رغم كل دوت مش هيبقى سبب او مش هيبقى يعني شماعه نعلق عليها اخطائنا. كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله، دي مباراه لاعبين بالدرجه الاولى، واحنا كلنا ثقه في لاعبتنا وكلنا ثقه حتى في الجهاز الفني بقياده موسيماني. ان شاء الله مباراه تطلع، احنا انا اتمنى على المستوى الشخصي نكسب المباراه، وبعد كده نتكلم بقى في اداء كان كويس اداء وحش. دي مباريات نتائج، دي مباراه ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بيها، وحتى لو يعني ارضيه الملعب ما ساعدتش للمستوى اللي احنا متعودين او يعني نتمناه من النادي الاهلي، لا دي مباراه محتاجه 3 نقاط وهتكون مباراه مهمه جدا جدا يا سامي ان شاء الله يعني. طبعا هو يمكن ردد اكتر من مره انه ما فيش اعذار، خلاص انت قدرك انك بتلعب في النادي الاهلي، فمع التحديات او الصعوبات اللي هم بيواجهوها النهارده من وقت وصولهم لان شاء الله لعبهم للمباراه اكيد ما فيش اعذار، بنقول خلاص ان هم يعني حتى النهارده يمكن كريم بياكد على ده اكتر من مره انه عندهم خلاص روح بقى الفوز رجعت مره تانية، حماس اللعيبه بيرجع بنسبه 100%، ده تحسه في التدريبات. فان شاء الله يعني ايه يعني ينطبق او يعني يكرف على اللعبه يعني بجد. لا يعني ان شاء الله ما فيش اي اعذار زي ما كابتن سامي اتكلم حقيقه في النقطه ديت اكتر من مره الحقيقه. نروح للعالمي والاحداث العالميه والاحداث الحقيقه اللي بتتطور في نادي برشلونه. يمكن النهارده الصحافه العالميه الاسبانيه تحديدا بتتكلم عن صدمه يا جماعه، صدمه بيتعرض ليها خوان لابورتا لسه في ايامه الاولى الرئيس الجديد طبعا للنادي الكتالوني النهارده، بعد ما قرر صديقه خاومي جيرو، ده كان نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية وكان واحد من أعمدة الحملة الانتخابية لابورتا، إنه يمشي وما يكملش. دي صدمة كبيرة جدا جدا جدا، وعلى فكرة في كمان تقارير بتتحدث إنه لسه في أفراد آخرين في الطريق. طبعا عارفين إنه نادي برشلونة النهاردة بيعاني من الناحية المالية والاقتصادية بشكل كبير جدا طوال الفترة اللي فاتت ديت، ولابورتا كان بيراهن على وجود خاومي جيرو اللي له علاقات وصديقه جدا، وفي علاقات قوية جدا جدا يعني بتجمعهم مع بعض وبالذات في البزنس يعني. لكن حصلت مشكلة النهاردة، حتى قريت انه المشاكل ديت كان في يعني خناقات، كان في شجار
ايوه بينه وبين يعني وصلت طبعا خومي وافراد اخرين يعني حد عنيف، لكن يعني هي تفاصيل المشكله ان يعني اللي ظهرت على الساحه او في المشكله في برشلونه ان خوامي جيرو ده كان طالب ان هو يكون النائب الاول لرئيس برشلونه، كان طالب كده ان هو طبعا هو المتعهد الاقتصادي او رئيس الملف الاقتصادي برشلونه، كان طالب ان هو يكون النائب الاول للرئيس القادم. طبعا خوان لابورتا قرر انه يختار اصدقائه المقربين علشان يكونوا عضو، يعني رافائيل يوستي ده هيكون النائب الاول لرئيس برشلونه، و يعني رفض طلب يعني المدير الاقتصادي بشكل كبير جدا، وكان في يعني مشكله كبيره حصلت. المشكله كمان الاكبر ان يعني خوامي جيرو كان من خلال الفترات اللي فاتت كان بيحاول يقدم الحصول على يعني معونه او حصول على قيمه ماليه بقرض 125 مليون يورو، ده اللي كان هيثبت من خلال طبعا الاتحاد الاسباني، هو دي القيمه اللي من خلالها يثبت رئيس برشلونه في منصبه. اعتقد خوان لابورتا في مأزق، يعني هو طبعا على المستوى التحضير الفني يمكن التقارير بتقول خلاص نتكلم مع اجويرو، طبعا لاعب المان سيتي وهيكون متواجد في برشلونه السنه الجايه، بيغازل طبعا ميسي طبعا للتجديد، طبعا عارفين ان طبعا اجويرو احد يعني احد اللاعبين الكبار في المان سيتي وصديق مقرب جدا لميسي على مستوى طبعا المنتخب، وبالتالي ملفات اقتصاديه مهمه جدا لابورتا متعسر فيها، لكن هنشوف الامور هتوصل فين بالنسبه لفريق برشلونه. برشلونه وميسي ورونالدو، النهارده والده رونالدو، النهارده في قصه غريبه جدا يعني ومثيره شويه، ان والده كريستيانو رونالدو بتفكر ان هي ترجعه تاني للدوري البرتغالي. طبعا في كلام كتير جدا حوالين القصه ديت ومستقبله مع يوفنتوس وانه ممكن يمشي او يرجع ريال مدريد الاسباني مره ثانيه، لكن النهارده طبعا في ايطاليا كلهم بيتكلموا عن التفاصيل، يمكن بيتكلموا ان سبورتنج لشبونه البرتغالي وده النادي اللي بدا فيه رونالدو كره القدم هيقدم له عرض علشان يرجع له تاني، ده من حيث طبعا ايه يعني المبدا في ظل ازمه اقتصاديه عالميه في كره القدم تحديدا بسبب فيروس كورونا بتعاني منها كل الانديه، فده موضوع بس ما افتكرش طبعا انه يحصل ده، يعني انا ما اعتقدش انه يحصل ده، انه يروح سبورتنج لشبونه. لا طب لا يعني اعتقد لا خطوه هتبقى خطوة صعبة، مش صعبه، خلي بالك بعض النجوم الكبار لما بيوصلوا لسن معينه بيرجعوا تاني للانديه اللي بداوا فيها، لكن ما اعتقدش رونالدو ممكن ياخد الخطوه دي دلوقتي. طبعا الصحافه الايطاليه كمان بتتكلم ان في جزئيه مهم جدا اليومين اللي فاتوا، ان كمان اليوفنتوس خلي بالكم ان كان في تارجت لليوفنتوس تحقيق طبعا او القدوم على نهائي الشامبيونز ليج، خروج مفاجئ ضد بورتو يمكن كمان عمل احباط كبير جدا جدا كمان لرونالدو على مستوى على المستوى الفني، على مستوى كمان لو عايز يجدد السنه اللي جايه. طبعا اليوفنتوس بيرحب برحيل رونالدو علشان القيمه، قيمة العقد الكبير اللي طبعا بياخده رونالدو في اليوفنتوس، وبالتالي انتوا عارفين الظروف الاقتصادية، فبيرحب. يعني هو قريت في بعض التقارير انه كمان عرض حوالي 29 مليون يورو، ده رقم صغير بالنسبه لسعر رونالدو، لكن مقارنه بالمرتب الكبير اللي هياخده اعتقد رونالدو ممكن او بشكل كبير جدا هينتقل لنادي اخر خلال الصيف. تقارير كمان يا سام بتقول ان هو قريب جدا من ريال مدريد، يمكن بعد خروجه عن طريق بورتو او خروج اليوفنتوس عن طريق بورتو في الشامبيونز ليج، كان في صور خلاص بقى بتنزل ما بين رونالدو ما بين زيدان، في وكيل رونالدو كمان كان متواجد في اسبانيا بشكل كبير جدا، فكمان في تقارير بتقول انه وارد جدا جدا انه ينتقل للملكي رجوعا تاني بعد طبعا ما انتقاله من ريال مدريد ليوفنتوس في 2018، كمان وارد جدا كمان انه يرجع لريال مدريد. هو وارد ان الاشاعات تحوم حواليه بعد ما خرج مرتين من دوري الابطال، فده اللي انا بشوفه، بس حكايه ان والدته وكل اسرته على فكره يعني بتشجعه ان هو دلوقتي يروح سبورتنج لشبونه، ف هم كانوا حضروا كمان وحضروا امبارح كمان يعني حضروا مباراه لشبونه وكان بيشجع، يعني هم عايشين في البلد. النهارده كان في هاتريك عالمي حقيقه قدام كالياري برضو، فالحقيقه اول نص ساعه فالدنيا كانت تمام بالنسبه له. الحقيقه هو رجل تاريخي الحقيقه ولاعب تاريخي، النهارده اهله بيشجعوه ان يرجع مره تانية النادي اللي بدا فيه. انا بشوف انه صعب جدا الحقيقه يعني، بس انا بشوف يعني انه صعب. انا معاك انه صعب دلوقتي، لكن
خلينا نتكلم بكل امانه ان رونالدو اكيد زي ما بقول لحضراتكم حتى على مستوى ريال مدريد، ريال مدريد مطالب بيقولوا هيجيبوا هالاند ومبابي، يعني بتتكلم في مبابي وبتتكلم في هالاند ارقام كبيره جدا. طب رونالدو هيكون موجود في الصفقه ديت، صفقه الانتقال في الصيف، علامه استفهام بالنسبه لريال مدريد. طب هل ممكن رونالدو، واحنا زي ما بقول لحضراتكم نجوم كبيره جدا جدا بتحب تنهي اخر 3 4 سنين من تاريخها في النادي اللي بداوا بيه، طب رونالدو هيقوم بناء على رغبه والدته واخته وعيلته ان هم بيحبوا سبورتنج لشبونه انه يقوم بالخطوه دي من بدري؟ فاعتقد موسم انتقالات ساخن في الصيف القادم هيشهده طبعا الكره العالميه يعني. بسبب كورونا. بسبب كورونا. بسبب الكورونا برضه. من ايطاليا لانجلترا، الحقيقه النجم جايمي فاردي قادر على انه يحقق ارقام قياسيه، النهارده بيحط نفسه في قوائم اساطير البريمير ليج، وده بعد او رغم انه ما احرزش اي هدف صحيح من الخماسيه اللي حققها فريقه ليستر سيتي في شباك شيفيلد يونايتد، الا انه الحقيقه قادر انه يصنع هدفين، قادر النهارده، يمكن الهدف الاول النهارده اللي صنعه فردي بيمثل انجاز جديد له، النهارده فردي لوحده بيسهم في 100 هدف ما بين تسجيل وصناعه اهداف خلال مسيرته في البريمير ليج. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في البيت الكبير، الفقره الحواريه الاولى مع ناقد كبير، ناقد الرياضي المتميز الاستاذ محمد الاوسي، عن بعض الملفات، طبعا اهمها ملف النادي الاهلي. ملف الافريقي والمشوار الافريقي ان شاء الله يوم الثلاث، مباراه قويه جدا امام بيتا كلوب، رؤيته الفنيه ايه، وجهه نظره كمان في تخطي الصعاب اللي يمكن شفناها من خلال التقرير لزميلنا كريم احمد في الكونغو. كمان ملف الدوري، الدوري مشتعل، الدوري المصري يعني اعتقد نسخه رائعه من الدوري المصري خلال الموسم الحالي. كل دي ملفات هنبداها ونناقشها مع الناقد المتميز الاستاذ محمد الاوسي. استاذ محمد بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك كابتن هاني، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهديك ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بحضرتك. أهلاً. الملف الاهم، خلينا نتكلم على مباراه النادي الاهلي وفيتا كلوب ان شاء الله يوم الثلاث. الاول هسالك، شفت التصريح او كلام الكابتن سامي قمصان ازاي عن المباراه؟ كمان عايز نتكلم على الصعوبات، نتكلم على أجواء مختلفة، أجواء صعبة جدا، لكن كل دوت في حتة، وأهمية المباراة والفوز بهذه المباراة أعتقد في حتة تانية خالص يعني أعتقد كلام الكابتن سامي، كلام مستر موسيماني، كلام الكابتن الخطيب، كله بيصب في ان التعادل اللي كان هنا في القاهره وضع الأهلي في موقف صعب، وعلى لعبة الأهلي ان تتجاوز هذا الموقف. يعني انت عملت عقده فانت لازم تحلها، تحتاج ظرف ظروف. لذلك عجبنا قوي انك ترفع شعار مفيش اعذار، هنتكلم على كل الاعذار، ونتكلم على الظروف والحر والرطوبه والترتان اللي ما اتغيرش من 9 سنين، وكل وان هو قصد ان هو يلعبنا في التوقيت ده بدل ملعب الساعه 9 بالليل رغم ان الملعب مضاع او العب ليلا. كل ده انا خلاص، انا وهم دلوقتي يا احنا نكون يا هم يكون، اكون او لا اكون في هذه المباراه، ده الشعار اللي لابد ان يرفعه النادي الاهلي. اعتقد لعيبه النادي الاهلي تدرك هذا جيدا، وكثيرا ما اتحطت لعيبه النادي الاهلي في مواقف صعبه وكانت عند حسن ظن جمهورها. يعني هم يعلمون جيدا ان جمهور الاهلي بينتظرهم بشكل كبير جدا في هذه المباراه، نحن نعلم الضغوط الكبيره اللي عليهم، نعلم الاجهاد الكبير اللي هم رايحين بيه من موسم طويل و7 بطولات في 4 شهور لعبوا فيها وشاركوا فيها، وانك مطالب انك تكسب كل المباريات اللي تكون فيها، كل ده مقدر ومعروف، لكن انت في النهايه قدرك انك انت النادي الاهلي مالكش حل انك بتكسب كل المباريات، انك عايز تخلص في كل الاوقات. التعليمات واضحه كده ومشدده. يمكن كان عجبني كلمه الكابتن محمود خطيب، العب بشخصيه النادي الاهلي، شخصية النادي الاهلي اللي بتلعب بروحك، بتقاتل، بتكافح، يعني بتبذل اقصى جهدك عشان تحقق هدفك. انت شايف هدفك قدامك، فانت بتثير في طريقك عشان تحقق الهدف. هدف النادي الاهلي انه يوصل للدور ربع النهائي باي شكل من الاشكال، لابد ان تتجاوز هذه المباراه. يعني انا شايف يعني ممكن اي شيء يحصل الا انك تخسر هذه المباراه، لان لا قدر الله اي نتيجه غير المكسب بالنسبه للنادي الاهلي او التعادل ممكن تحطك في وضع صعب جدا. فاعتقد اللعيبه تدرك هذا جيدا، الجهاز الفني يدرك هذا جيدا، ان شاء الله يقدروا يتخطوا هذه العقبه الصعبه، العقبه المهمه، العقبه اللي الحظ السيء فقط هو اللي حطك فيها. انت لو كنت كسبت مباراه القاهره اللي جالك فيها من 15 ل 20 فرصه منهم 10 فرص شبه اهداف محققه كنت ممكن تسجلها، لكن في النهايه احنا لابد نتعامل مع واقع، لابد ان نتعامل على الارض الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي، ان النادي الاهلي لابد ان يخرج بنتيجه ايجابيه ان شاء الله من هذه المباراه. صحيح، ويمكن هاخد من كلامك ومن تصريح الكابتن سامي قمصان
باللفظ كده قال احنا حطينا نفسنا في موقف صعب، واحنا كمان هو بيتكلم احنا كجهاز فني وكلاعبين ان احنا نخرج نفسنا من هذا المأزق، وهو دوت مربط الفرس. وساعات بقول حضرتك طبعا عندك خبرات كبيره جدا من خلال طبعا رؤيتك الفنيه، من خلال كمان يعني تتابع الاجيال من خلالك، ان في مواقف كتيره حصلت للنادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي. ونفتكر النسخه اللي فاتت كمان كان عندنا مشكله في الفوز، كمان كان لازم تكسب الهلال في السودان، وكان امور صعبه جدا، والنادي الاهلي ولعبته قدروا يتخطوها بشكل كبير جدا. المطلوب من النهارده لغايه المباراه على المستوى التجهيز، انت شايف ايه علشان ان شاء الله النادي الاهلي يظهر بمستوى جيد في مباراه يوم الثلاثاء؟ تمام، يعني هخش منك على نبدا بالمواقف الاول. يعني هتذكر في 2006 ماتش الصفاقسي اللي هو كان في النهائي، لما الماتش انتهى بالتعادل هنا في القاهره، وكان بيقود المستر مانويل جوزيه المباراه دي. لعيبه الاهلي بعد المباراه هم اللي قالوا المستر مانويل احنا اللي عكناها واحنا اللي هنصلحها، وفعلا راحوا هناك وربنا كرمهم وصلحوها. ويمكن قبل الهدف ما يجي حتى في اللحظات الاخيره بلاص 90 كان الاهلي ليه كميه فرص، وكان الافضل من كل هجوم، عمل مباراه تاريخيه. فدايما المباريات برضو ماتش الترجي في 2012 لما تعادلوا معانا هنا واحتفلوا تقريبا بكل حاجه، وسافر الاهلي كان يقود الاهلي الكابتن حسام البدري في هذه المباراه، وعمل الاهلي مباراه تاريخيه لا تنسى في هذه المباراه. فالاهلي دايما في المواقف الصعبه يستطيع بشخصيته بقيمته بإدراكه بجمهوره اللي واقف خلفه، حتى لو الجمهور بينه وبينه آلاف الأميال، عارف أن العيون والقلوب كلها خلفه ومنتظرة. أعتقد أن ده يقدر يتجاوز هذه المباراة بإذن الله. يعني إيه المطلوب؟ مطلوب تركيز شديد جدا، مطلوب أن كل لاعب يؤدي دوره على أكمل وجه، مطلوب أن الأخطاء في مثل هذه المباريات ممنوعة، مطلوب أن استغلال الفرص وأنصاف الفرص صحيح. لو جات لك انك تستغلها، لان لا اعتقد ان الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي في القاهره سيطحنصها هناك. اعتقد الامور لابد ان نكون واقعيين، يعني لاسباب كثيره جدا، انك بتلعب خارج ارضك في ظروف صعبه، في حر، في رطوبه، في ملعب من نجيل صناعي، كل ده هياثر عليك بشكل كبير جدا. لكن في النهايه ربما يعني اكيد مؤكد جالك فرصتين ثلاثه، انصاف فرص كور دي ما فيش تهريج فيها وما فيش اي استهتار فيها. اعتقد ان لابد ان كله يكون مركز، كله يكون حاسم، ان شاء الله الاهلي يقدر يتخلص. اعتقد ان موسيماني من قبل ما يسافر هنا وهو بيعمل جلسات مع اللعيبه، يمكن عمل اكتر من جلسه مع اللعيبه هنا في القاهره حتى قبل السفر بلحظات، بلس جلسه الكابتن محمود الخطيب، يمكن النهارده برضو قعد معاهم موسيماني بيتكلم كله في اطار نفسي وتجهيزي وفني نظري وعلى ارض، لان على ارض الواقع خلاص الدنيا بقت صعبه بالنسبه لك. انت بتعمل تدريبات خفيفه بحيث انك انت تحافظ على المستوى البدني بتاعك وتحافظ على استعداداتك الذهنيه والنفسيه للمباراه. ان شاء الله يقدروا يتخطوا المباراه الصعبه. طيب كان في تصريح للمدير الفني للفيتا كلوب صراحه كده قال احنا هنكسب المباراه، ويعتمد بشكل كبير جدا، وقال انا بعتمد بشكل كبير جدا على الخط الامامي او الخط الهجومي لفرقتي، وهو ده اللي هيكسبنا المباراه. ده تصريح ناخد منه ايه؟ يعني تطلع من التصريح ده بايه يا استاذ؟ انا جميل، انا سعيد ان في تصريح زي كده، يعني كويس ان هو يقول ان حاجه زي كده. يعني هو بيدرك ان هو بيواجه مين، عارف ان هو بيواجه النادي الاهلي اللي حامل اللقب، اللي عنده 9 ألقاب منها آخر لقب هو واخده، اللي راجع من بطولة العالم ميدالية برونزية، اللي ليه اسم كبير جدا وسمعة بتسبقه في كل الدول الأفريقية، هو يعلم هذا جيدا. فكون هو بيحاول يضغط عليك نفسيا، يعني استنادا بشكل كبير جدا، بيضغط عليك ويقول لك أنا هكسبك، أنا كل ده ضغوط. لكن أعتقد ملد النادي الأهلي من خبرات، ملد الأهلي من قدرات، ملد الأهلي من لاعبين يقدروا يتعاملوا مع هذه المباريات، لا يمكن ان يؤثر فيهم هذا الكلام. كتير جدا ناس بتتكلم، انا لا يهمني الكلام بقدر ما يهمني التنفيذ على ارض الملعب وارض الواقع. اتمنى ان هم يعيشوا في 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 في, في حكايه ان انا هكسب الماتش، وان الماتش خلصان بالنسبه لي على استناد ان انا تعادلت مع الاهلي في القاهره، ليس يبقى كده. هم ما بيعرفوش الاهلي لو كان بيفكر كده. يعني هو طبعا بيقول زي ما بتقول على الحرب النفسيه اللي دايما المدربين قبل المباريات المهمه، واحنا دايما على مستوى اللاعبين، وكان في جلسه النهارده اللعيبه بس هنتكلم عليها كمان، انك تحول هذا التصريح لشيء ايجابي. انت بتقول كده، طب احنا هنوريك في الملعب، احنا النادي الاهلي. فكل ده محتاجه تركيز، ومحتاجه انك حتى تصريحات المدير الفني للفيتا كلوب، احنا هنكسب النادي الاهلي واحنا معتمدين بشكل كبير على الخط الهجومي، ده كمان لازم يترجم من اللعيبه ومن الاداره الفنيه ان دي حوافز. لا، الراجل بيقول كده، فاحنا موجودين في الملعب. نشتغل ازاي على الجزئيه ان هو الراجل بيتكلم على خط الهجوم، عندهم عناصر كويسه،
نشتغل عليها ازاي من بدايه المباراه؟ شايف فنيا شويه بدايه المباراه تكون ازاي؟ بص يا كابتن، يعني انا شايف ان فرقه فيتا اللي تعادلت مع النادي الاهلي في القاهره، الفرق بينها الفني بينها وبين الاهلي كبير، يعني الاهلي بيتفوق بفرق فني كبير جدا عنها. وان النتيجه دي لا تعبر عن عن سير المباراه اصلا، عن سير المباراه، ولا تعبر عن تقارب مستوى على الاطلاق بالاثنين. يعني المباراه تنتهي بتعادل، يعني الفرقتين تقريبا متكافئين، او فرقه جات له فرصه زياده او فرصتين. صحيح. لكن ده انت جالك 30 فرصه وهو جاله اربع فرص، او راح عليك اربع مرات، جاب منهم سجل منهم جنيه، منهم ركله جزاء مشكوك في صحتها اساسا يعني. لكن في النهايه دعه يقول ودعنا نلعب، وخلى اكيد فرقه الاهلي بتركز في هذه الامور. طبيعي جدا ان اي حد بيلعب مباراه على الارض وبيتكلم على المكسب عمره ما يتكلم على تعادل، او يتكلم على، لان هو يعلم جدا ان التعادل ليس في مصلحته على الاطلاق. بيخلي فرصته قائمه، لكن ظروفها تبقى صعبه، لانه رايح لسيمبا تنزاني في 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 في, في ملعبه، فامورها تبقى صعبه. وكمان سيمبا المباراه دي بالنسبه له حياه موت، لانه جاي للاهلي القاهره، فالامور لسه يعني. مجموعه الاهلي من اكثر المجموعات تعقدا، يمكن مجموعه الاهلي ومجموعه الزمالك هم اكثر مجموعتين معقدين، والامور فيهم لم تحسن فيهم بشكل كبير جدا. يعني لو بصينا لمجموعه سان داونز هنلاقي سان داونز 9 نقاط، وبقيه الفرق اللي موجوده معاه نقطتين، الثلاث فرق نقطتين. لو بصينا الوداد 9 نقاط برضو، يعني الوداد يعني عندك سان داونز 9 نقاط، وعندك الهلال والشباب والوزداد ومازيمبي كل نقطتين، متخيل؟ خلصت الامور بالنسبه له. المجموعه الثالثه الوداد 9 نقاط، واللي تحتيه 4، فرق كبير جدا بينهم. قدامنا يعني طبعا مجموعه النادي الاهلي، وزي ما حضرتك شايف الامور زي ما انت قلت، امور صعبة. لسه الامور لسه ما اتحسمتش بشكل كبير يعني، ولا هتحسمها الجوله دي يعني على الاطلاق يعني لسه يعني. وعندك نفس برضو المجموعه الرابعه اللي فيها الزمالك والترجم، لسه برضو مجموعه معقده. صحيح. ده دليل على التقارب والقوه. لكن مجموعتنا طبعا اكيد سيمبا ب7 نقاط، فيتا كلوب نفس عدد النقاط مع النادي الاهلي، فرق الاهداف لصالح فيتا كلوب يعني، والمريخ نقطه واحده. ان شاء الله باذن الله، انا دايما متمني فوز النادي الاهلي يرفعه طبعا لرقم 7 يعني. النقطة رقم 7 طبعا. وهنقول مثلا لو سيمبا طبيعي ممكن جدا يفوز على المريخ يبقى 10، فاحنا عندنا سيمبا هنا في القاهرة المباراة الأخيرة، هي دي الواحد بيتمناها إن شاء الله بإذن الله، إنك تحصل على 3 نقاط هناك في بيتا كلوب بإذن الله. هتروح على المريخ وترجع آخر مباراة في المجموعة مع سيمبا. أعتقد الأمور لو إن شاء الله ربنا كرمنا ب3 نقاط يوم الثلاث، هتسهل الأمور جدا جدا في الماتشين اللي بعديهم، إذا كان ماتش المريخ أو ماتش سيمبا. المؤكد يا كابتن هاني إن الأهلي في أسوأ الظروف لو تعادل تظل فرصته قائمه بقوه طبعا في الوصول للنهائي، خصوصا لانها في اللحظه دي هتحط سيمبا وفيتا تحت ضغط كبير جدا يعني. لان هو عنده بعد كده سيمبا ممكن يوصل ل 10 نقاط، هيبقى 10 نقاط لو خسر سيمبا على ملعبه، هيظل 10 نقاط هيجي لك، هتبقى انت برضه 10 نقاط هتبقى. صحيح. يعني المعادله صعبه جدا، ولسه في حسابات كتيره جدا تتحسب منها. احنا اللي طالبينه من النادي الاهلي، الاهلي ما يبصش للاخر. صح. الاهلي بتلعب على لعبك، على مباراتك، بتلعب لنفسك، ما زالت يعني الامور بيد النادي الاهلي وليس بيد الاخرين. صحيح. يعني لا قدر الله لو خسرت المباراه، خلاص الامور ما بقتش في ايديك. تبقى الفرصه ما زالت قائمه، لكن الامور مش في ايديك. لكن على الاقل التعادل ستظل الامور بايديك حتى اللحظات الاخيره، وده اعتقد اللي لعبت الاهلي تعيه جيدا، لعبت الاهلي تفهمه جيدا. مش هتكلم على مين اللي هيلعب ولا مين اللي ما يلعبش، انا بتكلم على في 11 راجل هيبقوا موجودين في الملعب، شناوي ومعاه ال 10 رجال الاخرين. اعتقد ان دول هيكون عليهم مهمه ومسؤوليه رفع علم النادي الاهلي والوصول بالنادي الاهلي الى المرحله التاليه باذن الله ان شاء الله. بس اكيد طبعا عوده بعض الاصابات او بعض اللعيبه اللي كانت مجهده اكيد هيكون يعني ليها شكل ايجابي يعني، خاصه بنتكلم بكل يعني امانه على ايمن اشرف. بالظبط. اول حاجه عندك الطرف الشمال في النادي الاهلي كان فيه مشكله كبيره جدا يعني لاول مره تلاقي الثلاثه اللي بيلعبوا شمال عندك مش موجودين، فعوده ايمن اشرف عندك هيعطيك قوه كبيره جدا، هيقويك في هذه الناحيه، بجانب منع رفع عن ايمن اشرف من كفاح واداء واصرار ومستوى متميز. صحيح. ومستوى ثابت في الفتره الاخيره، وقدره على اللعب في اكثر من مركز، ولما بيتحرك اصلا في الناحيه الشمال اعتقد وبيقدر يمرر الكره العرضيه بشكل جيد، يصنع منها فرص كويسه، اعتقد ده كله موجود بشكل جيد. لو طاهر رجع ان شاء الله باذن الله يرجع. كنت لسه اقول لك طاهر ان شاء الله هيتمرن بشكل اساسي يعني. تمام. وخباك عندك مين والسوليه يكون جاهز، ديانج يكون في فورمته، نشوف محمد شريف ربنا يوفقه في المباراه يقدم بشكل جيد وشكل مميز. اجاي لما بيبقى فايق بيفرق كتير جدا مع فرقه النادي الاهلي. قفشه ان شاء الله برضو يكون موافق، يعني حتى الموجودين يكونوا في يومهم
ويكونوا في تركيزهم ويقدروا يستغلوا كل الفرص اللي بتجيلهم. اعتقد ده كله ده هيصب في مصلحه النادي الاهلي وتقدر تحقق النتيجه اللي انت بتسعى ليها ان شاء الله باذن الله. ودايما يعني الاجواء بترجعنا تالي لمباراه سيمبا تقريبا نفس الاجواء، الملعب كان وحش، الرطوبه. حضرتك تفتكر ايه من الحاجات او الدروس بقى اللي لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه تفتكرها؟ احنا في مباراه سيمبا كان المفروض نعمل 1-2-3، ايه الامور علشان نتجاوز ان شاء الله وما نبقاش طبعا مستوى الاداء كان مستوى سيء جدا. ايه اللي يتعمل يعني لو خدنا مباراه سيمبا كده واجواءها بالحر بالرطوبه بالاجواء؟ وكمان خلي بالك في كمان اعتقد هيكون في جماهير بكره، يعني مراسلنا كريم قال هم بيقولوا هيبقى في 3000. اعرف ان رئيس الاتحاد الافريقي الجديد قال لك مفيش جماهير خالص، سمحوا ب 3000. طب ازاي؟ ما هو ده يعني بغض النظر مش دي القضيه. ايه يعني اللي بقى اللعيبه تفتكروا من ماتش سيمبا ما يتعملش؟ طبعا اكيد هيفتكروا دروس كتيره جدا، ولعل ما ان انا يعني انا نازل المباراه دي ومعايا نقطه، والنقطه دي معايا، وده مبدا انا اتمنى ان يكون موجود. انا هلعب الفوز، لكن في النهايه لا افرط باي شكل من الاشكال في النقطه، ما افرطش باي شكل، يعني لا اتيح الفرصه لفريق فيتا ان هو يتقدم عليا، لان لو تقدم عليا في الظروف دي وفي الاجواء دي هيصعب من مهمتي اكتر في المباراه. صحيح. انا يعني احاول ان انا اركز، وخصوصا الجانب الدفاعي اعتقد ان وسط الملعب في النادي الاهلي هيكون عليه دور كبير جدا في هذه المباراه، يعني دور مهم جدا لعبه وسط الملعب ان يقدروا يواجهوا يتصدوا ديانج والسوليه اذا لعب او حمدي فتحي ايا كان اي حد هيلعب، المدافعين يكونوا اكثر تركيزا خصوصا قلب الدفاع بانون وياسر ابراهيم، وما نشوفش الخطا مثلا اللي حصل في القاهره في الهدف بتاع الشناوي، ان اللعبه والضغط عليهم بشكل كبير جدا، عدم اتاحه الفرصه ليهم وعدم ترك اي مساحات ليهم للحركه فيها، انك انت يعني تنهي الشوط الاول ما لم تنهيه متقدما على الاقل تكون متعادلا، كل ده حاجات اكيد لعيبه الاهلي مدركها ومركزه عليها، وشايف فعلا النادي الاهلي اعتقد باذن الله انه هيقدر يقدم نتيجه كويسه باذن الله في المباراه. طيب يمكن انا في الانترو قلت في بعض المباريات، ومن خلال خبرتك تأيدني او يعني تتعارض او نتناقش في النقطه ديت، قلت في مباريات بتبقى مباراه اللعيبه، نتكلم على جهاز فني، نتكلم على تشكيل، نتكلم على تغييرات، كل ده وارد، لكن في مباريات بتبقى مباريات اللاعبين هي دي فقط. يعني زيك احنا بقول لك 10 جولات اللاعبين دي مباريات، الجهاز الفني ليه دوره وتعليماته والتشكيله اللي حطه والتغييرات اللي عملها اثناء المباراه وتوقيت التغييرات والتحركات ومتابعه المباريات وادارتها وتغيير اخطائه الخطه بتاعته والتكتيكات اللي ممكن يعملها مقارنه بالشكل اللي بيبقى عليه الفريق الاخر، لكن في النهايه اللعيبه 1 و2 و3 و4 وتقدر تقول للصبح اللعيبه لابد ان يكون هم دورهم الاكبر، يكون عندهم الرغبه في ده، يكون عندهم الحماس، يكون عندهم الروح القتاليه، لانك فريق بلا لو اي فريق بيلعب ما عندوش الروح، ما عندوش الحماس، ما عندوش الحميه، ما عندوش الرغبه في تحقيق نصر لفرقته، اعتقد مش هيقدر يحقق ده. انا شايف ان الحاجات دي موجوده في النادي الاهلي، لان دي حاجات متوارثه على مدار اجيال طويله جدا في النادي الاهلي. وبدات اوريدي، يعني كان في جلسه النهارده يعني بعد العشاء كان جه الشناوي، يلا يا جماعه تعالوا نقعد في اوضه لوحدنا، مش اي حد من الجهاز الفني، وبداوا يتكلموا مع بعض. يعني ده اكبر دليل على ان اللعيبه يدركون مدى اهميه المباراه ومدى صعوبه المباراه ومدى حاجه النادي الاهلي للخروج بنتيجه ايجابيه من هذه المباراه. ده كله كلام مهم جدا وكلام محترم جدا. بنطالب كل لاعب ان يعني اعمل اللي عليك وسيب النتيجه على ربنا سبحانه وتعالى. اهم حاجه ان احنا ما نحسش ان في حد قصر في الملعب، ان لما تيجي فرصه انا ما تهونش، ان انا لازم اسجل منه، لازم، لان ده خسرنا كتير جدا، كان زماني انا النقطتين واخدهم وامور مستريحه بالنسبه لي، وهم اللي تحت ضغط، هم اللي في ازمه، هم اللي في مازق، لكن قدر الله ما شاء فعل، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربما هذه الظروف تدفع الاهلي الى الفوز بالمباريات المقبله كلها ويتصدر الاهلي المجموعه. وياما عملها الامور دي مختلفه، ذكرنا في نسخه قبل كده لما مستر كارترون جه مسك الفرقه وكان عندها نقطه من ماتشين تقريبا، وجه كسب 12 نقطه على التوالي ورا بعضيهم، ولقى تصدر مجموعه فرق 13 نقط. فاعتقد ان في حاجات كتيره جدا يعني هتبان خلال هذه المباراه، وهنشوف شخصيه النادي الاهلي، شخصيه لعيبه النادي الاهلي بتظهر في المواقف الصعبه ان شاء الله. كل التوفيق لفرقتنا. يعني قبل ما نقفل ملف النادي الاهلي كمان نقطه مهمه جدا، وبرضه من خلال خبرتك تقول لنا عمليه التوازن. كلنا حماس وكلنا عزيمه وكلنا، انا بتكلم باسم اللعيبه يعني لو انا متواجد كلاعب، لكن عمليه كمان الثقه ان احنا كمان النادي الاهلي، وان احترام الخصم زياده عن اللزوم بيؤدي لنتيجه عكسيه. ازاي انا اشتغل ان انا عندي اراده وعندي عزيمه ان انا اكسب هذه المباراه، وعندي ثقه كبيره جدا في نفسي، وان نفس الكلام يتطبق في الملعب، ان انا اخلي بالي، نخلي بالنا يا جماعه من الحاجات
اللي ممكن تحصل ان احنا متفوقين جدا على المستوى الميداني، لكن الحاجات اللي حضرتك شايفها ان الاهلي لازم يخلي باله منها قوي خلال خاصه في الشوط الاولاني. انا قلت اخلي بالي من 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 المرمى النادي الاهلي، من المرمى بتاعه بالاساس، الناحيه الدفاعيه اركز جامد جدا في الناحيه الدفاعيه، ما دومش مساحات، بيعتمدوا احيانا بيعملوا كور طويله ويتحرك فيها واحد او اثنين من اللعيبه ويقدروا يوصلوا ويقدروا يشكل خطوره عليك. الكلام ده اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي فاهماه، واعتقد ان عندهم القدرات ان يتعاملوا مع ده ويتصدوا ده ويواجهوا ده، لان هنا في القاهره كان في اندفاع كبير جدا عشان تسجل هدف. صحيح، فعندك مساحات هم اتحركوا فيها، احنا بنهاجم وكورتين جم عليك. اعتقد ان ده مش هيحصل بالشكل ده، انك تكون اكثر هدوءا، اكثر تركيزا في وسط ملعبك، اكثر تركيزا في خطك الدفاعي، لكن مع كل ده ان اتحلى بالشجاعه، اتحلى بالرغبه وثقتي في نفسي وثقتي في قدراتي وثقتي في اسمي وثقتي في قيمتي كالنادي الاهلي، ان انا الفرق كبير جدا بينه وبين الفرقه اللي بلعبها. في النهايه كره القدم لا تحسم الا على ارض الملعب، لكن اذا فقدت الثقه في نفسك او انك انت يعني ما كنتش مدرك قيمتك بشكل كبير جدا، اعتقد انك مش هتقدر تحقق هدفك. يعني النادي الاهلي ان شاء الله يتجاوز، يبقى لازم يتجاوز المباراه باذن الله، هذه المباراه، ويتخطى يخرج منها بنتيجه ايجابيه. وزي ما قلنا في النهايه هي مباراه اللعيبه، وهما عندنا ثقه كبيرة جدا في لعبتنا الاهلي ان هم يقدروا يتخطوا كل الثقه في لعبتنا وجهازنا الفني. ان شاء الله تكون مباراه جيده على المستوى. انت تفضل بقى اداء ونتيجه، ولا انت بالنسبه لك نكسب وخلاص؟ لا انا افضل نتيجه بس. في النهايه كره القدم لا تعترف الا بالنتائج. صحيح. يعني ما حكايه ان انا العب اداء، طب ما انا اداء، انا الاداء النادي الاهلي فرمهم هنا في القاهره اداء. صحيح. وما طلعش نتيجه، هو ما عملش اي حاجه خالص، يعني هو عمل حاجات بسيطه جدا في كره القدم، لكن في النهايه هو خرج بنقطه التاريخ لن يذكر الا ان فيتا تعادل مع النادي الاهلي في القاهره، لن يذكر ال 15 فرصه اللي جم. صحيح. انا افضل ان انا يعني لو رحت بواحده اجيبها جون واقفل واطلع بالبداع، ده شيء عظيم. النتيجه مهمه جدا جدا. لا ده مش نتيجه، نتمنى اداء جيد، لكن احنا دايما المحصله في النهايه، ودايما في الماتشات اللي زي دي احنا محتاج الثلاث نقاط بشكل كبير جدا ان شاء الله. طيب نروح بقى ملف الدوري. يمكن ملف الدوري، وزي ما بقول نسخه الدوري السنه دي ما يعني نسخه جيده في اعتقادي الشخصي، واكيد الكابتن حسام البدري هيستفيد منها من اختيارات المنتخب. النهارده كان في فوز مهم جدا، يعني النهارده غزل المحله بيكسب 1-0، وانا شايف غزل المحله كمان بقياده الكابتن خالد عيد بيقدم برغم الامكانيات المتوسطه والضعيفه، لكن دلوقتي وصل للمركز التاسع في جدول الدوري. تمام. لو بصينا لاقل فرق امكانيات في الدوري 18 فريق هنلاقي فريق غزل المحل، اقل فريق دعم لعيبه في المسابقه فريق غزل المحل، اقل فريق جاب لعيبه بقدرات ماليه عاليه نادي غزل المحل. معظم القيمه الماليه للاعيبه غزل المحله معظمهم من 300 ل 400 ل 500، يمكن في 2 3 لعيبه فيضطر 700 800 الف جنيه. لا العقد السنوي ده السنوي. كلهم كده يعني، دي ارقام، ودي ارقام عقودهم اللي موجوده يعني. لان معظم اللعيبه اللي جه انت لو بصيت مش هتلاقيهم جابوا اسماء كبيره. صحيح. خالص يعني. صحيح. معظمهم لعيبه الكابتن خالد عيد اللي كان شغال في الدرجه الثانيه او الممتاز بيه، عارف مجموعه من اللعيبه وقدر يجيبهم. صحيح. وقدر يصنع منهم نجوم، وقدر يصنع بهم الفارق في الدوري الممتاز يعني. على ان هم كانوا بيعانوا من نقص في الامكانيات وعدم الاهتمام، حاجات كتيره جدا، الا ان الكابتن خالد عيد نجح بكل هذه الامكانيات القليله في انه يعمل شيء محترم لغزل المحله. الحقيقه الواحد سعيد جدا ان غزل المحله وصل للمرحله دي. ليه؟ لان غزل المحله من الفرق التاريخيه في الدوري، ومن الفرق الشعبيه، ومن الفرق اللي تعلي المسابقه طول ما هي موجوده فيها. يعني لما نلاقي غزل المحله، الاسماعيلي، المصري، الاتحاد، الاهلي، الزمالك. صحيح. كل الفرق الكبيره دي، وخصوصا لما ربنا يكرمنا والجماهير ترجع ونتخلص من الجائحه اللي احنا موجودين فيها دي، اعتقد الفرق دي هيكون يعني هتعلي من قيمه الدوري، لان الفرق دي كيانات كبيره جدا ووراها مئات الالوف من الجماهير في كل مكان يعني، وياما كان ليها بصمات في المسابقه. شايف ان الفوز اللي حققه ده ورفع رصيده ل 22 نقطه الحقيقه، يعني بعد البدايه اللي كانت متعثره جدا والصعوبات اللي واجهتهم في البدايه، الا انه قدر يحقق نتائج هائله جدا لم يتوقعها احد. ويعني بتكلم غزل المحله 22 نقطه مع سموحه، والفرق بينه وبين المصري نقطه، والفرق بينه وبين بيراميدز مثلا 3 نقط. صحيح. يعني الفرق بين المحله وبيراميدز مباراه، ده يعني انت بتتكلم في ايه مع الفرق المالي اللي بين الاثنين لا يقارن. لو اتكلمت في حاجه مرعبه يعني في يعني، لو مش هتكلم على اللعيبه العاليه قوي يعني، اقل لاعب في بيراميدز ممكن يغطي فريق المحله بالكامل. بقول لك اقل لاعب في بيراميدز، مش اللعيبه اللي هي الفئه الاولى اللي موجوده يعني. فطبعا تحيه للمحله، للفلاحين الحقيقه اللي عاملين مباراه كويسه،
ونتمنى اليوم التوفيق طبعا في طيب ده على الجانب النهارده لمباراه غزل المحله والمقاولين. بجانب غزل المحله طبعا بيقدم مباراه رائعه. مقاولين العرب علامه استفهام بعد يعني بالزبط. ما يمكن الناس توسمت خير شويه. لا المقاولين العرب اعتقد في المركز 16. المقاولين دلوقتي يعني في مأزق كبير جدا. يعني اعتقد ان هو بيدخل في منطقه الخطر. صحيح. وما لم يعني يتدارك الامور سريعا اعتقد ان الامور بالنسبه له هتبقى صعبه جدا. انك بتخسر 3 نقاط على ملعبك هتبقى الامور المركز 13 المركز 13 عنده 15 نقطة يعني من 16 مباراة. يعني انت بتتكلم في خسائر يعني مرعبة لفرقة بحجم المقاولين العرب انهت الموسم الماضي في المربع الذهبي. يعني تراجع كبير جدا في المستوى. فالمقاولين في ازمه. يعني المقاولين مع البنك الاهلي مع طلائع الجيش مع الاسماعيلي مع الانتاج مع وادي دجله كل ده يعني كل الفرق دي هتواجه صعوبات. دي الفرق اللي بتواجه صعوبات كبيره جدا في المسابقه. طبعا اسوان يعني 17 نقطه فيهم. لكن اعتقد ان المقاولين في موقف يعني لا يحسد عليه. محتاج ان الدور الثاني بقى والدور الثاني هيكون اصعب كثيرا من الدور الاولاني. لان انت المفروض في المرحله الاولانيه من المسابقه يعني الحسابات بتبقى بعيده شويه. كله بيقول لك لسه فبتبقى مرحله تجميع نقاط. فانت لم تجمع نقاطا في مرحله التجميع اعتقد مرحله الحسم في المرحله الثانيه هتبقى صعبه جدا على المقاولين. هل وارد تغيير اداره فنيه على مستوى الجهاز الفني للمقاولين العرب ولا ما زال طبعا كل الثقه في الكابتن عماد النحاس اللي قدم موسم اكتر من رائع. يعني قدم موسم اللي فات بشكل اكتر من رائع. حتى خروجه من الكونفدراليه كان في ظلم تحكيمي. لكن وارد هل الاسابيع اللي جايه قد تشهد تغيير فني في الاداره الفنيه للمقاولين؟ تمام. اداره المقاولين العرب يعني صبرت كثيرا على الجهاز الفني الحقيقه. يعني واكثر من مره يمكن حتى الكابتن مهد نفسه حاول ان يستقيل وهم رفضوا. صحيح. وهم كان كلام كتير جدا واشاعات على قرار باقالته وكل ده مش موجود عندهم لانهم بيحاسبوا القطع. اعتقد يعني مع نهايه الدور الاول اعتقد ربما يكون لهم وقفه في هذا الامر. يعني لكن الامور صعبه جدا بالنسبه لهم. يعني طبعا كل التوفيق للكابتن عماد النحاس. اعتقد هو كمان مر بظروف صعبه جدا على مستوى فيروس كورونا على مستوى الاصابات على مستوى يعني خروج بعض اللاعبين المميزين. كان في شويه ان هم ما استعدوش بشكل جيد للموسم ده بصراحة. يعني أنا شايف أن الاستعداد للموسم ما كانش بنفس التركيز وبنفس القوة الاستعداد للموسم اللي قبليه. بس ما هو كابتن أنت مش مستعد للموسم. أنت تقريبا جاي جاهز أصلا. يعني يعني على الاستعداد لا الجاهزيه في عقليه اللاعب نفسه. احنا وصلنا رابع وبنلعب كونفدراليه في العقليه نفسها. فماتشات الدوري اول ماتش ثاني ماتش والهزيمه بتجيب هزيمه. يعني ماشي. لكن لو اتكلم على الجاهزيه وتجهيزات الفريق تقريبا وده اللي خلى الدوري قوي السنه دي يبدا قوي. على فكره ربما الامور تتاثر باللي جات في المرحله الثانيه من الدوري. لكن الناس بدات الدور الاول وكانها بتكمل المسابقه. يعني وكانها أيه. بتلعب الدور الثاني من المسابقه. فما قدرتش اقول ان ما حدش استعد لانه كله كان طالع من مباريات قويه ومباريات صعبه. فكله كان جاهز. المشكله في المقاولين الصدمه انك انت كنت في برج عالي ونزلت بشكل صحيح. يعني حد جدا. بشكل غير متوقع على الاطلاق. يعني كان ممكن تبقى سادس سابع ماشي اوكي ما فيش. لكن تهبط الى المركز ال 13 فاعتقد ان الامور صعبه. وتخسر مباريات كتير على ارضك وبره ارضك. لما تجمع 16 نقطه من 16 مباراه اعتقد يعني انت حتى يعني مش ضعيف. ده انت ضعيف جدا. يعني صحيح. فالامور صحيح. الامور صعبه جدا بالنسبه لهم. نتمنى لهم التوفيق. وبرضه المقاولين من الفرق الكبيره اللي لها سمات قاريه وبطولات قاريه وفايز بالدوري زي المحله برضه من الفرق اللي فازت ببطوله الدوري من السبعه الذهبيين في مصر. يعني طبعا من الاسماء كمان الكبيره نادي الاسماعيلي. وشفنا نادي الاسماعيلي كمان في جدول الدوري لا يليق باسم نادي الاسماعيلي. بالرغم ان حتى في مباراه النادي الاهلي قدموا اداء جيد خاصه في الشوط الاولاني امام نادي الزمالك قدموا اداء جيد. هنرجع تاني موقف الاسماعيلي. هل فعلا نادي الاسماعيلي بالاداء دوت وبالفقد النقاط بشكل كبير جدا مهدد فعلا بالنزول الممتاز به في السنه دي؟ شوف يا كابتن يمكن في من امبارح لغايه النهارده في مشهد حصل في نادي الاسماعيلي يفسر لك كل اللي بيحصل ده. الاسماعيلي تقريبا استعان بحوالي 13 او 14 مدرب في الفترة الأخيرة. يعني المدرب يجي ومدرب يروح. اللي قعد أسبوعين واللي قعد ثلاثة واللي مشي واللي هيمشي. وفي يعني كابتن طلعت يوسف قعد يومين لا ده ما عادش ده يوم تقريبا معاه. قال لي أنا يعني العربية اللي جيت فيها روحت فيها. صحيح. واخد بالك؟ امبارح لما يصدر قرار بتعيين الكابتن أشرف خضر مدربا عاما مع درجان يوفيتش امبارح صدر القرار تقريبا
بعد المغرب النهارده بعد الظهر اشرف خضر بيستقيل. ده ما مرنش حتى تمرينه. لا لا ما نزلش التمرين. يعني هو صدر القرار بالليل بعد التمرين ما خلص بتاع الفرقه، والطبيعي ان جدا كان ينزل المران الساعه 4، النهارده استقال قبل التمرين مدربا عاما وصدر القرار بتعيينه، وكل وسائل الاعلام تناقلت الخبر، الصحافه مكتوبه، كل الوسائل الاعلام اتكلمت عن الخبر ان اشرف خضر مدربا عاما لفريق الاسماعيلي. اللي حصل ان المفروض ان في لجنه فنيه جوه النادي الاسماعيلي اللي فيها الكابتن علي ابو جريشة طبعا قيمه جدا طبعا النادي الاسماعيلي، كابتن عماد سليمان قيمه كبيره جدا أكيد. وموكل اليهم الامور الفنيه. اللي حصل ان اداره النادي الاسماعيلي بقياده المهندس ابراهيم عثمان قامت بتعيين كابتن اشرف خضر دون الرجوع الى اللجنه الفنيه. هذا اغضب اللجنه الفنيه، وطبعا حصل كلام كتير جدا، وصارت اللجنه الفنيه فلما علم الكابتن اشرف خضر بالامر يعني هو يعني حط خرج نفسه بره. لا طبعا انا ما كنتش اعرف الموضوع ده، وطبيعي جدا اللجنه الفنيه وكابتن عبد الرشيد كلهم دول في الاختيار طبقا لاختصاصاتهم الفنيه. فاستقال الكابتن اشرف قبل ما يبدا مهمته، وظل الاسماعيلي في ورطته وفي مأزقه، دليل على التخبط الكبير اللي موجود، وربما تشهد الايام المقبله استقاله كابتن ابو ريشه، الله اعلم او يكمل. لكن الان هناك ازمه كده واضح ان بين اللجنه الفنيه واداره النادي. يعني هذه اللقطه فقط ناهيك عن عشرات اللقطات قبلها، يعني تجسد الوضع الصعب اللي فيه نادي الاسماعيلي. وغريب ان كنت مندهش بعد ماتش الاهلي ان اكتر من حد يطلع يصرح ان الاسماعيلي وان الاهلي والاسماعيلي بقى في مأزق. طب الاسماعيلي لعب 14 مباراه قبل الاهلي كسبان منهم مباراه واحده. يعني لا لا كسبان منهم مباراه واحده، يعني الاسماعيلي لم يفز الا مباراه واحده قبل اللي هي ماتش اسوان، وتقريبا 14 خسر في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات. ففي ناس كانوا بيحاولوا يستندوا ان يستغلوا مباراه الاهلي دي اللي ما كانش فيها اي حاجه تقريبا ويتكلموا فيها ويلقوا مشاكل نادي الاسماعيلي عليها. لكن مشاكل الاسماعيلي تنفجر تنفجر كل اسبوع تقريبا. يعني الاسماعيلي نادي كبير لا يستحق من ادارته بهذا الشكل. الاسماعيلي احنا دايما كنا بنقول ان هو الضلع الثالث مع الاهلي والزمالك. طبعا بيراميدز دخل في المقارنه على الاقل تبقى موجود في المربع ضمن افضل 5-6 فرق موجودين. لكن ان الامور تصل بالنادي الاسماعيلي انك انت لاعب 16 مباراه ورصيدك 10 نقاط، ده انت يعني حتى ما وصلتش ل 20%. يعني ده وضع لا يليق بالنادي الاسماعيلي. ودلوقتي بيقول لك ايه، ما تقلقوش ان الاسماعيلي مش هيهبط. لا الناس لا لازم تقلق. لا لا مش حاجه قلق. يعني واحنا كلنا بنحب نادي الاسماعيلي وبنحب كره الاسماعيلي، لكن مجرد ان احنا بنقول النادي الاسماعيلي مهدد بالهبوط ما بين قوسين كده، ده شيء يعني مش متعودين نقوله. يا كابتن 10 نقاط، يعني 10 نقاط انت في قلب الهبوط. انت الان يعني للاسف الشديد من ابرز المرشحين للهبوط. يعني عندك الاسماعيلي والانتاج الحربي وادي دجله 10 و10 و9. الامور صعبه جدا بالنسبه لهم. الامور مش صعبه، الامور كارثيه. الاسماعيلي محتاج معجزه حتى يخرج من المستنقع اللي هو موجود فيه دلوقتي. المعجزه اللي ممكن تحقق يا استاذ محمد على المستوى الاداري، يعني احنا بنقول في مشكله، وواضح ان في مشكله وتخبط اداري واضح في نادي الاسماعيلي. وبعض الناس بتقول لك اصل اللعيبه، واضح من خلال اداء اللعيبه والعناصر الموجوده داخل الملعب من ادائهم قدام نادي الزمالك وقدام النادي الاهلي يقدروا. ان المشكله ليست مشكله فنيه، وبالتالي وجود كوادر كبيره وقامات كبيره جدا في نادي الاسماعيلي على راسهم الكابتن علي ابو جريشه، وجود عناصر كبيره حسني عبد رب وحمص واسماء كبيره جدا، امتى بقى يبقى الامور لازم تتاخد في مصلحه الاسماعيليه كمحافظه كمان؟ انت عارف جماهير الاسماعيلي بتعشق الكوره يعني. ايه اللي انت شايفه ممكن يتصلح قريب جدا عشان ينعكس بالايجاب على فريق الكوره؟ تمام. الاسماعيلي وانا قلت الكلام ده قبل كده اكتر من مره، الاسماعيلي مشكلته اداريه. واضح ان الازمه الكبيره جدا في اداره النادي الاسماعيلي، بدليل زي ما قلت لك 13 او 14 مدرب، وبدليل ان مدرب اتعين حوالي 18 ساعه ولم ينزل تمرين واستقال. ده دليل على ان العمل الاداري داخل نادي الاسماعيلي هو اللي بيتحمل مسؤوليه كبيره. كده هم جربوا ان يغيروا المدربين ومدرب المساعد ومدرب الحراس، عملوا كل التغييرات، لم يبقى الا الاداره هي اللي ما اتغيرتش. يعني انا فعلا انا يعني ما تقدرش تغير الاداره دلوقتي. احنا الواحد فعلا يعني حزين ان يقول كلام زي كده، لكن فعلا يعني الكل عنده قناعه، حتى اللي في الاسماعيليه نفسهم عندهم قناعه، وانا الحقيقه على اتصال بشخصيات هناك وباعلاميين عندهم قناعه كامله ان اداره نادي الاسماعيلي هي السبب في هذا الموقف اللي موجود
فيه النادي الاسماعيلي يعني. وهما يعني مصرين يعني. انا شايف ان 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 حتى انا ما حققتش هدف جمهور النادي الاسماعيلي لان الاسماعيلي بيعاني كمان من الاسماعيلي. طب الحلول يا استاذ محمد تفتكر ان ممكن جدا يعني انت حضرتك بتقول كمان يمكن خلال الايام اللي جايه الكابتن علي ابو جريشه يقدم استقالته دي بقى هتبقى خساره كمان على المستوى على مستوى قيمه الكابتن علي ابو جريشه. كابتن عماد سليمان متواجد في اداره التخطيط والاداره الفنيه ف يعني الامور كلها راحة السكه احنا لا نتمناها. ايه رسالتك لاداره الاسماعيلي نعمل ايه؟ نجيب الكوادر ونقعد مع بعض ونجمع نفسنا وندي ثقه للمدير الفني كده كده قاعد وتدي ثقه للعيبه واداره فنيه او لجنه فنيه بتشتغل بالتوازي مع مجلس الاداره لان ده مهم جدا. واضح ان مفيش توازي ومفيش تنسيق ما بين مجلس الاداره واللجنه الفنيه. فايه اللي انت شايفه ان احنا ممكن او نقدمه لجماهير نادي الاسماعيلي ونطمنهم ان لو حصل ده ممكن يكون في بادرة امل يعني؟ طبعا انا من وجهه نظري وطبعا ربما تكون خاطئه نتناقش طبعا وجهه نظري. بص حضرتك اذا فشلت في تحقيق هدفك حضرتك استقيل. ما لم يحدث هذا لن يحدث جديد في نادي الاسماعيلي. اللي بتصوره على اللي فشلوا مع نادي الاسماعيلي حتى يعني ان يستقيلوا وتاتي يعني ناس جديده ناس مختلفه تغير الاوضاع دي كلها. لان ماتش الاسماعيلي لو خلص لو دخلت في الدور الثاني ولعب ماتش ماتشين وما قدرتش تغير اعتقد الاسماعيلي صعب جدا انه يرجع الان. وخصوصا ان عندك هيلعب الماتش اللي جاي ده عندهم تقريبا ماتش الاتحاد اعتقد او طلائع الجيش خلاص بقت كل المباريات يعني عندهم مباراه طبعا. قبل توقف الدوري فاز بها الاسماعيلي او لم يفز طبعا لابد ان الاسماعيلي يفوز بها عشان يقدر يوصل ل 13 نقطه ويدخل الدور اللي بعد كده. غير كده الاسماعيلي هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه له جدا جدا. فعلى المبدا اللي يفشل في مهمه يستقيل. ما خلاص انا مش قادر اعمل ايه طيب يعني خلاص يبقى حضرتك تتفضل تستقيل وتترك الفرصه لاخرين عشان ينقذوا نادي بحجم وقيمه وقدر النادي الاسماعيلي ولا فرار من هذا الامر يعني. نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاسماعيلي نادي كلنا بنحبه ولكن طبعا الظروف صعبه جدا. وفي اعتقاد الشخص لو الامور اتلمت عندهم فريق لا باس به فريق على المستوى الفني قادر انه يكون موجود في الدوري. لكن نتمنى طبعا التنسيق والاداره على مستوى مجلس الاداره وكمان اللجنه الفنيه تكون على اعلى مستوى. هاخد برضو جبنا الاسماعيلي فبنتكلم اكيد على الانتاج الحربي وادي دجله. احنا بنتكلم دلوقتي على الفرق اللي ظروفها صعبه جدا جدا ويعني الدور الاولاني بالنسبه لها مشكله كبيره قوي. يعني نفس الموقف يعني اعتقد ان هم داخلين في سكه. انا بتكلم عن الاسماعيلي وقدرته على العوده من قيمه الاسماعيلي وجماليته وشعبيته وعنده حاجات تقدر ترجعه. الحاجات دي كمان بيفتقدها الانتاج الحربي ويفتقدها وادي دجله. احنا بنعرف دي انديه الانتاج الحربي تبع مؤسسه والوادي دجله نادي خاص يعني حتى ما عندهمش ضغوط جماهيريه زي النادي الاسماعيلي يعني. فاعتقد الامور صعبه جدا بالنسبه لهم يعني. انا دول من ابرز الفرقتين اللي مرشحين للاسف ان يغادروا المسابقه في مع نهايه هذا الموسم يعني. امور بالنسبه لهم صعبه 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 يعني. حتى في مبارياتهم الامور بتبقى صعبه يعني. انا بتكلم عن النادي الاسماعيلي لان النادي الاسماعيلي عنده لعيبه وعنده قدرات وعنده امكانيات تقدر تغير اذا وجدت ظروف مناسبه وملائمه للماتش اللي عمله اسماعيل قدام الزمالك واللي عمله قدام النادي الاهلي. اعتقد الامور توضح ان زاك في كفاءات موجوده جوه الملعب. اتكلم على الصادي بتكلم على مجدي لما يرجع باهر المحمدي عدد كبير جدا من اللعيبه اللي عندهم اللي ممكن شكري نجيب عدد كبير جدا من اللعيبه ولعيبه عندها خبرات دوري ممتاز ولعيبه تقدر تحقق نتائج طيبه يعني. لكن الموقف بالنسبه لنتاج الحربي وبالنسبه لوادي دجله اعتقد الامور يعني صعبه 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 جدا بالنسبه لهم. صعبه صعبه الامور صعبه طبعا. لكن يا في اعتقاد الشخصي كمان يمكن يعني وادي دجله مر بالظروف ديت يمكن خلال السنتين اللي فاتوا في نفس الموقف لكن السنه دي كمان الموقف اصعب يعني قادر وده هيتوقف على كمان نتائجه خلال الدور الاولاني طيب. الدور الثاني بيبقى مشكله أعتقد يعني. عايز اتكلم على ماتش السموحه واسوان اللي هو 5-0 يعني. طبعا السموحه طبعا من الفرق اللي بتلعب كره هجوميه مميزه مع الكابتن احمد سامي صحيح. والفرق الحقيقه اللي في ماتشات كتير جدا ضاعت منها يعني كان ممكن يبقوا فضائيه كمان افضل من كده بكتير جدا تعادلات كتير فعلا وتحط لهم في المباريات في وفرص في المباريات دي لكن لم يوافقوا في التسجيل منها طبعا يعني نقدر نقول مطرت عليهم اهداف في هذه المباراه. لكن حاجه لفتت نظري في هذه المباراه اللاعب احمد عبد القادر وهو لاعب بالمعار من النادي الاهلي وسجل هدفين في المباراه دي. الفكره مش في الهدفين لكن في طريقه احراز الهدفين.
تحس ان الولد كده عنده شخصيه في احراز الاهداف، عنده قدرات. عنده قدرات سواء في الهدف الاول اللي سجله او الهدف الثاني اللي حطه، يعني تحس ان حطه في حته ضلمه كده ما حد شافه فيها، يعني يعني بيسجل هدف بشكل معين، بشكل مش مجرد انه حط الكره في الجون، يعني بيسجل ليه طريقه في التسجيل، ليه شخصيه في تسجيل الهدف. وده يمكن ناس كتير جدا ما تعرفش، احمد حمدي عبد القادر لاعب النادي الاهلي وهو معار الى نادي سموحه. صحيح. ياخد فرصه ويلعب. سموحه دلوقتي وصل للمركز السابع يعني سموحه السابع 22 نقطه، 22 قريب جدا. يعني انت بتتكلم على المربع الذهبي ام بي، اخر عنصر في المربع ب 24 نقطه، فسموحه على بعد يمكن نقطتين من المربع الذهبي. لا وكمان من الفرق اللي بتلعب كره هجوميه مميزه. صحيح. يعني ليهم جايبين 22 هدف، اعلى فريق اعلى فريقين الاهلي والزمالك 23، يعني هم يعني ثاني اقوى هجوم في المسابقه، يعني او ثالث اقوى هجوم في المسابقه، يعني فمميزين الحقيقه يعني. فتحيه للكابتن احمد سامي، وكمان عندهم الحارس الهاني سليمان من الحراس المميزين، يمكن كابتن احمد ناجي برضو ظهرت بصمته معاه، ومن الوجوه من ابرز الحراس اللي مرشحين ان ينضموا للمنتخب الوطني في التجمع القادم اللي هيكون خلال الشهر ده قبل المباراتين مع كينيا وجزر القمر. يعني خلينا نتكلم كمان من وجهة نظري من الفرق اللي ماشيه كده بالراحه وبهدوء وبثقه تامه، فريق طبعا فريق انبي، فريق انبي دلوقتي في المركز الرابع، القياده الفنيه للكابتن حلمي طولان بيمشي بشكل اكتر من رائع، عامل توليفه جيده، لعيبه صغيرين في السن، في خبرات زي رامي صبري، لكن في لعيبه حارس المرمى على مستوى عالي، محمود جاد لعيب صغير، بتتكلم على عناصر صغيره في وسط الملعب كويسين، فعامل كمان بدون دوشه كده، تحس انه ماشي في سكه الهدف الكونفدراليه. انبي دلوقتي في المركز الرابع. تمام. كابتن حلمي طولان من المدربين المميزين في الكره المصريه، المدرب دايما ليه بصمه، مدرب ليه شخصيه، مدرب ليه طريقه. صحيح. في الشغل الحقيقه، يعني وبيبان شخصيته على الفرق اللي بتلعب اللي بيلعب بيها بادائه وطريقته دايما في اللعب. كابتن حلمي معاهم من السيزون اللي عدى، عندهم استقرار فني. السنه اللي عدى كمان عمل معاهم موسم، يعني انا شايفه من افضل الفرق اللي عملت نتائج منذ تولي كابتن حلمي طولان، لان تولاهم هم عندهم نقطه وقدر يحقق بهم نتائج هايله. المركز قبل الاخير تقريبا، ده كانوا نقطه، كانوا في المركز الاخير او قبل الاخير، وكمان عمل مكاسب ومباريات عظيمه جدا، يعتبر واحد من افضل المدربين، وان الفرق اللي عملت نتائج في الدور الثاني كمان. لما اتفرج عليهم ان هم عندهم يعني 24 نقطه قليله على فكره عليهم، قليله عليهم، لان هم المفروض كانوا يبقوا اكتر من كده بكتير جدا، يعني لان في مباريات كتيره جدا انتهت، يعني بقى لهم 3 4 مباريات بيتعادلوا. واكبر اكبر دليل ماتش يوم الاخير مع المصري، لما تحسب لي ركله جزاء، وهي ركله جزاء الحقيقه صحيحه حسبها كابتن محمود عاشور في الدقيقه 88، يعني خلاص باقي دقيقتين ثلاثه مباراه بلس الوقت الضايع ايا كان يعني، وسجل الكلمه دي على خلاص ودخلت على الدقيقه 90، المفروض انت لعيبه بتركز، ده الشغل اللعيبه اللي حضرتك بتقول. مزبوط. اللعيبه بترجع وبتعمل انضباط، تعمل قفل وسط ملعبها، وبتعمل ضغط على الفرق الثانيه، ما بتديش فرصه للمنافس اي فرصه ان هو يوصل للمنطقه. فريق المصري بمنتهى السهوله بهجمه سهله جدا قدر يوصل بكوره وضربه راسيه، وحتى الحارس ما كانش في وضعيه جيده تساعده على ان هو يتحرك، حتى كابتن حلمي كان يعني في حاله حزن، يمكن وقع عليهم عقوبات كمان بعد المباراه. صحيح. دي لان فعلا ضاع منه نقطتين كان هيحطوه ثالث مباشره، يعني كان هيعدي بيراميدز النقطتين دول. لكن هو من الفرق الكويسه ومن الفرق الجيده والمميزه الحقيقه، لهم كل التحيه والتقدير، ومن الفرق اللي هتكمل بشكل افضل وهتكون افضل كمان في الدور الثاني. طيب اخر حاجه بالنسبه لملف الدوري، كان سؤال مطروح، وهل دلوقتي فرض على النادي الاهلي انه يلعب مبارياته بعض مبارياته في الدوري الساعه 3 او الساعه 4، انت حضرتك عارف كمان الصيف جاي، هل من الوارد ان ده تفكير عشان المشاكل اللي بنقابلها في عمليه الحر والرطوبه في افريقيا، هل ده مفروض يتعمل او يتحط في الاجنده كده، ان لازم حتى النادي الاهلي بنتكلم على كل الناس اللي بتلعب حتى الكونفدراليه او بتلعب على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي يلعبوا مباريات كده الساعه 3، ولا انت شايف ان لا ملهاش لازمه؟ لا انا يعني مش شايف ان هي طبعا ما لهاش لازمه، لان انت هتصعب على نفسك، دي مسابقه رسميه، واحنا عندنا الدوري كله يعني ما لم يكن هناك ملعب مضاء، فكل المباريات بتتلعب يعني بنبدا تقريبا من الماتشات التاليه، ماتشات الاهلي كلها طبعا بتبقى في ملعب مضاء، يعني بالظبط 7 ما لم تكن بعد كده كمان، يعني ما اعتقدش ان دي ليها علاقه بدي، يعني انا شايف الامور هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي، انا صعب عليه في افريقيا وصعبه عليه في مصر، وخصوصا ان احنا داخل على الصيف والامور هتبقى اكثر حرا، ده احنا في الشتاء في عز البروده كنا بنلعب الساعه 9 و10 بالليل. فمعتادين على هذه الاجواء، كون ان عندنا ظرف استثنائي
يعني واتحطينا فيه علشان انك انت ما حققتش النتيجه المطلوبه هنا في القاهره. لو انت كسبت ما كانش في اي مشكله خالص بالنسبه للنادي الاهلي، كنت خدت 3 نقاط صحيح، والامور بالنسبه لك انتهت. تروح هناك تتعادل او تخسر ايا كانت الامور مش فارق، لانك انت هتاخد ال9 بونت اللي عندك وتجيب لك 2 3 من بره، والقضيه هتنتهي بالنسبه لك. ده اسوأ حاجه ممكن تتخيل، لكن اما انك انت فقدت النقاط على ملعبك فده اللي هو اللي بيصعب مهمتك. مزبوط. ويخليك لازم ايه يعني تحاول تعوض ده بقى من الخارج باي شكل من الاشكال. تمام. طب تعالى نفتح ملف الكاف، واكيد حضرت طبعا او تابعت طبعا الكاف وانتخابات متسبي طبعا رئيس، وكل السيناريو اللي اتحط قبليها باسبوع تم بشكل مباشر في انتخابات الفيفا يوم 12 مارس. تمام. يعني طبعا يعني خلاص احنا يعني الامور انتهت واتحسمت، واتكلمنا في الحلقه الماضيه عن التربطات اللي حصلت، ان الثلاثه اللي خطفته طياره واللي تاخر معرفش يجي واللي وقع الله اعلم يعني. في النهايه ان انفنتينو تدخل بقوه في الموضوع، رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، وقدر يعني يهيئ كل الاجواء لموتسيبي بعد ما كان هو من اكبر المؤيدين لاحمد ولد يحيى، يعني ما كانش معاه. لكن طبعا حاجات كتيره جدا حصلت يعني من تحت الترابيزه خلصت الامور. الحقيقه يعني شيء جيد ان يجي عندك حد وهو ليه قدرات ماليه كبيره جدا، ده مؤكد ان هيخليه بعيد عن اي فساد، يعني بيبعد اكيد بيبعد بس الشكوك عنه. نتمنى الا يفسد من حوله. يعني هو 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 ليس بحاجه، يعني الراجل ثروته ما شاء الله 2.5 تقريبا مليار دولار، فبالتالي ما عندوش اي مشكله خالص في الموضوع. فالراجل يعني اللي جاي للاتحاد الافريقي شبعان، مش جاي هياخد من الاتحاد الافريقي، يعني المفروض جاي علشان يدي الاتحاد الافريقي، وجاي عشان يطور الكره الافريقيه، وجاي عشان يعني يخلق اجواء مميزه تستطيع المواهب الافريقيه ان هي تظهر فيها. يعني سعيد انا كمان بالمهندس انا بريده واللي حققه طبعا، حقيقه يعني نجاح كبير جدا. قبل ما يكون شخصي اللي انا بريده، فهو نجاح لمصر اللي بقى لنا يعني تقريبا داخلين على 16 سنه عندنا حد في الفيفا. اتمنى ان حد يرفع من اقدم الاعضاء في المكتب التنفيذي، اقدم حد في اقدم من رئيس الفيفا نفسه. صحيح. يعني وده دليل على وجوده وعلى قوته وعلى ثقه انفنتينو كمان في المهندس فيه طبعا الحقيقه يعني. صحيح. فطبعا كل التوفيق ليه، وان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا للكره الافريقيه والكره المصريه. اللي نتمنى ان رئيس الكاف بالظبط انت طالب منه ايه على مستوى الكره الافريقيه؟ يعني اول حاجه رفع المكافآت بتاعه البطولات دوري الابطال والكونفدراليه، وده اساسي، وهو قال ده وهيتعمل. اصلاح الملاعب الافريقيه، لابد ان يبص للملاعب الافريقيه دي، لان في ملاعب لا تصلح لكره القدم. وما دام ما عندكش بنيه وما عندكش ملاعب مستحيل هتقدم كره قدم جيده، مستحيل العالم هيتفرج عليك، ومستحيل القيمه بتاعت بطولتك هتعلى ويكون ليها متابعين في كل انحاء العالم. هاي. اصلاح ملف التحكيم بشكل كبير جدا ومهم جدا علشان يكون عندنا تحكيم عادل، وان الحكام العادلين المميزين المؤهلين بدنيا وفنيا يكونوا موجودين، لان ملف التحكيم ده واحد من اكبر المفاسد اللي موجوده في الكره الافريقيه، وبيأثر كتير جدا. يعني في مباريات كتير جدا في الظل بتبقى بعيده كده، يعني بعيده عن البطولات القاريه الكبيره. أيوة. المجمعه اللي كلنا بنبقى شايفينها بتبقى في ازمات كبيره جدا، فده مهم جدا ان يصلحوا. المدربين زي ما اتكلمنا ان هم برضو يتبص لهم بشكل كويس جدا، ويتم تاهيل المدرب الافريقي بشكل كبير جدا. يعني دي ابرز الحاجات اللي احنا طالبينها من الاتحاد الافريقي الجديد، ان شاء الله يوفق في انه يعود. كمان الاتحاد الافريقي من وجهه نظري فقد هيبته اللي احنا كنا دايما بننظر له كده، يعني شايفينه في السماء عالي. وطبعا الفتره الاخيره مع احمد طبعا بص يعني اسوأ فترات الاتحاد الافريقي بالظبط. يعني الحقيقه الاتحاد الافريقي لما كان ناقص حياته وكان حاجة مرعبة جدا، وكان سيف على رأس الجميع، وكان ليه قرارات دلوقتي بياخدوا قرارات ويرجعوا فيها، وحاجات كتيرة جدا حصلت يعني قللت من هيبة الاتحاد الافريقي، وحسيتنا ان الاتحاد الافريقي بات ضعيفا. ففرصة المتسبي ان هو يعيد الهيبة للاتحاد الافريقي، ويبعد كمان تدخل خلاص، يعني ان كمان الاتحاد الدولي كان بيدير كان مجرد موجود. فده اهم حاجة ان هو ليه سؤال يا استاذ محمد بعيدا عن الانتخابات، ليه السؤال دايما بيطرح في كل انتخابات اسم مصر هو ونقل المقر ومش نقل المقر، ويجي كل رئيس احنا لا احنا مقر في مصر السؤال اصلا بيطرح ليه؟ لان مصر يعني زي ما بقول لك هي منبع افريقيا ومنبع الكره الافريقيه، وبالتالي طبيعي جدا وجود مقر
الاتحاد الافريقي في 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 مصر، فالسؤال بيطرح بناء على ايه؟ يعني التاريخ بيقول لك ان مصر هي اللي اسست الاتحاد الافريقي وصاحبه الدعوه الاول لاجتماع الاتحاد الافريقي واول فوز ببطوله، وهي اللي جابت الاتحاد هنا وعملت له مقر، والافارقه كلهم الاشقاء الافارقه كلهم يعني الحقيقه يعني كلهم كانوا موافقين على ده وداعمين على ده، وان مصر هي دوله المقر. طبعا بعض الاوقات بتظهر ناس اكيد من الناس الغير يعني محبين لمصر، ودول اشخاص مش دول، بيتكلموا في هذا الملف، لكن هذا الملف غير قابل للنقاش، لا سيما في ظل الدعم الكبير جدا اللي بتقدمه الحكومه المصريه للكاف. طبعا شفنا المقر واللي مدينه له في اكتوبر حاجه يعني مبهره جدا، وبيقدم له كل التسهيلات، وكل اعضاء الكاف ما عندهمش اي مشاكل، رئيس الكاف بيجي ويروح ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه له. اعتقد ان هي دعوه يعني مجرد بس بتاخد شو اعلام لفتره معينه، ولن يكون لها قبول ولن يكون لها اي صدى حتى عند الافارقه انفسهم، لانهم يعتقدون ان افضل مكان بيحتضن الكاف. اعتقد مصر اللي بقالها من سنه تقريبا من 57 والاتحاد موجود عندك، فما فيش اي مشكله خالص. يعني انا بسالك السؤال ده عشان اخد منه من كلام حضرتك لسؤال اهم، رغم كل دوت ان مصر هي صاحبه الفضل و و و و، لكن خلاص بدا حتى على مستوى النواب، على مستوى السكرتاريه، على مستوى وجود الكوادر المصريه في الاتحاد الافريقي بتقل بشكل كبير. الله يرحمه يعني عمرو فهمي كان كادر مهم جدا، ووالده كان كادر مهم جدا، كان موجود كابتن فتحي نصير. فين الكوادر المصريه من الاتحاد الافريقي الصناعي؟ دي حاجه ترجع لنا احنا بقى، يعني احنا السبب في هذا الموضوع. يعني الطبيعي جدا انك في الدوره المقرر السكرتير يكون من عندك، ان غالبيه الموظفين اللي موجودين في المقر يكونوا غالبيتهم مصريين. عايزين على مستوى حتى في طبعا لجنه فنيه، في لجنه تحكيم، في بعض اللجان، كل حاجه. يعني احنا وكمان موجودين في لجنه التحكيم، كابتن عصام فتاح موجود في اللجنه واكثر من حد يعني. لكن في النهايه انت المفروض يكون عندك كوادر تاهيليه. الكوادر دي هتطلع منين؟ المفروض الكوادر دي بتطلع يعني يكون في يعني نظام علشان تشتغل عليه، ويكون عندك في تخطيطك. يعني لازم المقعدنا اللي موجود في الفيفا ده وموجود في كاف ما نخسروش، لازم يكون موجود. احنا مرت علينا فترات ما كانش لينا حد خالص، كانت بقى مصر اللي هي يعني ام كره القدم في افريقيا، واللي ليها كل هذا، والبلد الاكثر فوزا بالبطوله وتنظيما، منظمين لسه بطوله نادره ما حدش كان يجرؤ عليها في وقت قياسي. اعتقد ان انت المفروض تجهز كوادرك من خلال حتى الاتحاد المصري، وتتوغل من خلال علاقاتك، وتقدر تعمل ده وتقدر تستفيد بده، ولازم يكون ليك تواجدك جوه الكاف، ولازم يكون ليك يعني انا مش هقول يعني دور في صنع القرار في الكره الافريقيه. يعني بالضبط. يعني لا يجوز ان دوله بحجم مصر في الموجوده ما كنتش هي يعني من يعني في مقدمه صانع القرار في الكاف. يعني اعتقد ان ده لابد نحطه في حساباتنا. طب عشان نعمل ده ايه؟ اولا لابد يكون عندنا اتحاد كره يعني محترم، مجلس اداره محترم وقوي، وشخصيات قويه تستطيع ان تحمل المشاعل. يكون عندنا شخصيات يعني المهندس هاني ابو ريده ربما تكون هذه الدوره الاخيره بالنسبه له، لابد ان نفكر في البديل من الان. برافو عليك، كنت لسه هقول لك. طب المهندس هاني ابو ريده سنين طويله جدا، لا خلاص في الغالب دي اخر دوره للمهندس هاني ابو ريده. مين القادم؟ مين القادم؟ ربنا يديه الصحه يعني. لكن من الذي يخلف هاني ابو ريده؟ احنا دايما يعني فتشعر ان الساحه شبه خالي، ما عندهاش شخصيه تقول ده اللي هيبقى بديل ويخش مكانه. يعني دور الاتحاد القادم لاتحاد الكره القادم ده دوره انه كمان انه يقدم كوادر جديده وشوش جديده. نتكلم مع حضرتك في ده لان ده مهم جدا، لكن معانا تليفون كمان مهم جدا. نبارك للكابتن خالد عيد اللي بيقدم اداء اكتر من رائع مع غزل المحله. مساء الخير يا كابتن خالد. حبيبي يا هاني، ربنا يخليك يا حبيبي. اخبارك ايه يا نجم؟ الله يخليك يا حبيبي. سلامي لحضرتك طبعا. انا استاذ محمد الاوسي طبعا. بنقول لك اولا مبروك المباراه النهارده، ويعني فوز مهم جدا. والاستاذ محمد كمان بيتكلم على مشوار رائع لغزل المحله بدايه من الموسم دوت، رغم الامكانيات الضعيفه، ورغم يمكن ما جبتوش لعيبه باسماء كبيره، كان في مقارنه ما بينك وما بين بيراميدز ارقام الكبيره. فيعني وجودك معانا اولا بنقول لك مبروك. ثانيا طموحات بقى، انت بتتكلم خلاص على طموحات، هل سقف طموحات غزل المحله وجماهير المحله كلها ارتفع شويه وبداتوا تبصوا على الحته اللي فوق يا كابتن خالد؟ اكيد طبعا. يعني احنا الحمد لله طبعا في اول السنه انا كنت معاك في البرنامج وقلت لك ان احنا معانا مجموعه لعيبه كويسين ومميزين، وان شاء الله يبقى لهم اسم، وقلت لك ان هم انا واخدهم من الدرجه الثانيه، وهم ما سبتش حد فيهم، كملت بيهم مع تدعيمات من بعض اللعيبه اللي عندنا في النادي الناشئين، ومع اللعيبه اللي احنا جبناهم من خارج النادي. عملنا تيم محترم، تيم مجتهد،
بيجتهدوا في كل ماتش عن ماتش. وكان في الاول تفاول الدوري كانت الامور ممكن تكون خبره اللعيبه برده ما كانتش على قد المسؤوليه، لكن هم الحمد لله ماتش عن ماتش بيتحسنوا، والحمد لله احنا يعتبر ماشيين في جدول الدوري كويس. وطبعا زي ما انت قلت الطموح عندنا ان شاء الله ان احنا عايزين نرجع المحله اسمها من جديد، والمحله ترجع في زي الاول وتنافس. واحنا كنا انت عارف تيم محله طول عمره تيم كبير يعني طبعا، وخرجت وكلها لعيبه حضرتك والكابتن صابر عيد واسماء كبيره جدا، خرجت كمان نجوم على المستوى الدولي ولعبوا لمنتخب مصر بشكل كبير جدا. وكابتن شوقي غريب طبعا، اسماء واجيال كتيره جدا، محمدي محمد طبعا، احمد ومحمود فتح الله وصلاح سليمان وعبد الشافي، يعني لو عديت لك وائل جمعه طبعا. لا طبعا يعني دايما المحله يعني ولاده بالنجوم الكبار. وكابتن خالد الطموحات عليت واللعيبه والناس بدات تفكر، هل فكرتوا ان احنا خلاص احنا ضمننا البقاء في الدوري واحنا بنفكر في خطوه اعلى الوصول مثلا للكونفدراليه، ولا لسه الامور والطموحات يعني على قد السنه دي ان احنا نتواجد في الدوري المصري ويبقى الطموح السنه الجايه بشكل افضل يعني؟ لا احنا طبعا عندنا طموح كبير جدا يعني، بس طبعا احنا لسه لغايه دلوقتي لسه ما عدناش موضوع الدوري وكده، لسه بدري قوي يعني، لسه المساله اللي احنا النهارده في دور كامل يعني. فاحنا انت النهارده بتحاول تتجمع بنات وبتحاول البنات ديت برضه بتديك ثقه في الاداء بتاعك طبعا. فطبعا احنا طموحنا ان شاء الله ان احنا عايزين نقعد في الجدول بارتياحيه يعني، ما نبقاش قاعدين قلقانين يعني. انت كل ما بتلعب وبتكسب وكل ما اللعيبه بتاخد ثقه في نفسها على الماتش اللي بعديه بتأدي بصوره احسن. والمكسب انت عارف برضه المكسب بيقوي اللعيب طبعا وبيخليه واقف على ارض ثابته، غير ان احنا مثلا ايه تبقى نتائجك فيها هزه وكده. احنا كنا في البدايه كنا كانت الامور ممكن كانت في شويه مشاكل شويه كده، وكانت الجماهير مستعجله شويه على الفرقه. الفرقه لما اتحسنت بدات الجماهير تتلف حول الفرقه وبدات يهتموا بالفريق، فالحمد لله يعني الامور الحمد لله ماشيه كويس جدا. كان في جراءه منك يا كابتن خالد وبيأيدني في هذا الاستاذ محمد، كنا بنتكلم ان التدعيمات كانت شيء مهم جدا، ان يعني طلعت انت من الممتاز بيه، معاك البنك الاهلي ومعاك سيراميكا اللي دعموا بشكل كبير جدا على مستوى اللاعبين على مستوى المدربين كمان. كان في تحدي من كابتن خالد عيد انه يثبت لا ان اللي انا طالع بيهم دور رجاله وهيسدوا في الدور الممتاز، كان فيها نوع من انواع الريسك شويه او المجازفه، لكن لغايه دلوقتي نجح بامتياز يا كابتن خالد. بص يا كابتن هاني، طبعا هو طبعا المدرب اللي هو يعني اللي يبقى بيعتمد على اسامي بس وكده ان هي تبقى هي اللي معاه، انا معاك ان الاسامي بتبقى يعني بتعمل عامل خبره وكده، بس انا عندي قناعه كبيره جدا، عندي قناعه كبيره ان في لعيبه في الدرجه الثانيه مدفونه، في لعيبه كويسه جدا وفي لعيبه تقدر. معلش يا هاني، النهارده لعيبه الاهلي والزمالك منين هم؟ انا معاك طبعا، من أندية انا بتكلم على موضوع الريسك نفسه، انك انت ما فكرتش لا انا عايز تدعيمات وعايز اسماء عشان اقعد في الدوري، دوري الممتاز محتاج خبرات و و و و هو لو جالنا لعيبه ما كانش مانع يعني، بس النهارده انت بتشتغل حسب الامكانيات اللي موجوده عندك. صحيح، الامكانيات الماديه وكده، فانت بتشتغل حسب امكانياتك يعني. مش هتقف عند الحته دي يعني، النهارده لو جبت لعيب ملايين مش هتقف، لازم تشتغل ولازم تبين نفسك، ولازم المدرب اللي هو عايز ينجح والكلام ده لازم ياخد الامور من 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 تحت يعني. صحيح. احنا انا يعني حلاوه الواحد الشغل والكلام ده انا بستلذ الحاجات دي بايه؟ من انت بتتعب مع اللعيب وبتعمل له حاجه من حاجه صغيره بتكبره وكده يعني. فدي برضه دي متعه الشغل عندك يعني، طبعا متعه التدريب يعني. غير ما انت بتاخد لعيب جاهز يعني، ممكن لعيب جاهز دوت مش ممكن ما يديلكش، ممكن يبقى جاي متعالي عليك كده، فانت بتاخد اللعيب دوت بتحاول تلمعه عشان يظهر ويطلع ويروح انديه كبيره ويروح منتخب طموحه يعني. اكيد الطموح ده بيتاخد من المدرب، واللعيب دايما بياخد من المدرب، وبالتالي يعني بنقول لك مبروك مره ثانيه وبالتوفيق، ودايما كده ان شاء الله متالق يا كابتن خالد، ويعني كل التوفيق ليك في مشوار الدوري القادم باذن الله. شكرا كابتن خالد عيد، شكرا جزيلا.
طبعا يعني كلام عاقل جدا، وعنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في لعيبته، وبالتالي بتنعكس على اداء اللعيبه جوه الملعب، وبالتالي خد كمان ثقه جماهير غزل المحله. طبعا واهم حاجه عجبتني في كلامه اللي هو انك بتجيب نوايات من اللعيبه جعانه كوره، جعانه كوره، برافو عليك، عايزين يلعبوا كوره، عايزين يقدموا نفسهم، عايزين ينتقلوا للفرق الثانيه. الحقيقه في بعضهم بقى نجوم، واعتقد ان الفرق كبيره جدا هتتهافت عليهم في المرحله القادمه. انك انت يكون عندك ثقه بانك انت لما بتختار لاعب صح بتشتغل صح. الحقيقه يعني فكره ان العين اللي بتختار دلوقتي، وان يبقى فيه كشافين حتى لو باسلوب حضاري واسلوب يختلف عن الكشاف بتاع زمان، لكن ده لازم يبقى موجود، لازم تبقى ناس تدور وتنقب، لان احنا بص مصر مليانه جواهر. صحيح. نستطيع ان نجيب مواهب، ما تقوليش بلد فيها عدد 100 مليون، عندنا تحت ال 20 سنه مش اقل من 30 40 مليون ما فيش مواهب، يعني ما لا المواهب لا موجوده، طبعًا موجوده طبعًا. والمواهب ايه موجوده في كل الرياضات. أيوة. تقدر تعمل حاجات عظيمه جدا، تقدر تعمل انجازات كبيره جدا، تقدر تختار. وانا دايما بتكلم واكد على ان المدارس طبعا هي دايما اللي هي تقدر تروح من خلالها وتنقب عن هذا الذهب الرياضي اللي انت لازم تدور عنه، لان كل الاطفال والشباب موجودين في المدارس. فمهم جدا انك انت تروح، وده بالتعاون بين وزاره الرياضه والتربيه والتعليم. سمعنا الحقيقه عن مشاريع الالف موهبه، وسمعنا عن كلام كتير جدا، لكن بنسمع وبتحس برضه ان مفيش متابعه للموضوع. يعني لا انا بطمنك ان كمان يعني في مشروع هايل، والمشروع ده قائم وان شاء الله قريب جدا بيشتغل بفعاليه، زي ما الشراكه الكبيره ما بين شركه استادات والنادي الاهلي. كمان شركه استادات ماشيه في مشروع اكتر من رائع للبحث عن المواهب، وبتروح لها اماكنها من خلال تجديد استادات، من خلال طبعاً. يعني كمان في مواهب ان شاء الله خلال، وده لونج بلان، يعني ده لونج بلان، بتتكلم على مشروع ممكن يمتد 5-6 سنين 10 سنين، مهم جدا، لكن طبعا الناتج بتاعه هيكون كبير جدا جدا. الفكره الايمه بس استادات اللي هي الملاعب والاستادات، وان تكون في ملاعب على اعلى مستوى، لان بلا ملاعب لا تكون عندك كره قدم. بلا ملاعب بارضيات كويسه وثابته ومستقره وبتعمل لها صيانه بشكل مستمر، مش هتحقق نجاح، ومستويتك هتبقى ضعيفه. صحيح. جدا. يعني اعتقد ان بقت ليهم بصمه كبيره جدا موجوده في كل الملاعب المطريه، لو افكارهم اكتملت ان شاء الله اعتقد هيكون. وهما بيتكلموا بنيه اساسيه على اعلى مستوى، اهم حاجه كمان اكتشاف، يعني انت بتتكلم كل المحافظات اللي هيتبني فيها او هيتم تجديد، هيكون كمان في اكتشاف المواهب من المحافظات. هتلاقي مدربين كبار بيروحوا ينقوا اللعيبه من هناك، من منطقته، من اللي هو يا دوبك يروح النادي بيعمل اختبارات وبينقي. فدي النقطه المهمه جدا، ده مهم جدا، فده مهم جدا. هرجع كمان الجزء المهم اللي كل قبل ما نتكلم مع كابتن خالد كنا بنتكلم فيه مع حضرتك، ان شاء الله الكوادر اللي على مستوى الاداره في اتحاد الكوره، ونتمنى انها تكون، شايف ان الانتخابات اللي جايه ممكن يكون فيها وجوه بقى جديده، كوادر جديده. احنا بنتكلم على الاتحاد الافريقي، غياب العنصر المصري دلوقتي في الاتحاد الافريقي بقى شيء بيقلقنا شويه. يا ترى الانتخابات اللي جايه لاتحاد الكوره نشوف فيها كوادر تتاهل انها تكون كمان على مستوى الافريقي، ان احنا نشوف باشمهندس هاني بوريدا تاني على مستوى المستقبل باذن الله. يعني استطيع ان اؤكد لك ان شاء الله ان هيكون في كوادر جديده جاهزه. انت عندك اخبار؟ في وجوه جديده، شكلك عندك اخبار. يعني طبعا لسه ممكن طبعا قدامنا يعني 6-9 شهور، لكن في وجوه جديده هتظهر، في تحركات في يعني طبعا في طبعا طبعا في تحركات هتظهر، وهيكون لها دور كبير جدا ودور مؤثر في الكره المصريه المرحله المقبله ان شاء الله. يا رب كل التوفيق يعني للكره المصريه، نتمنى ده على المستوى طبعا اولا مستوى نادينا وفرقتنا ان شاء الله يوم الثلاث نكسب، ونكسب مكسب كويس ان شاء الله، وعلى مستوى طبعا الاداره او اتحاد الكره القادم يحقق طموحات الجماهير وطموحاتكم انتم كمان كنقاد رياضيين. يا رب ان شاء الله. ولكن مبدئيا يعني كل الدعم للمنتخب الوطني في الماتشين اللي جايين، ماتش كينيا وجزر القمر باذن الله سنتخطاهم، لكن احنا ما بنستسهلش حاجه، ما بنستسهلش اي مباراه الا لما تنتهي هذه المباراه. كل التوفيق للكابتن حسام البدري في مهمته، ان شاء الله يرجع بنتيجه ايجابيه من كينيا، وعندنا ماتش جزر القمر هنا باذن الله يوم 29 تحسب فيه كل الامور وتتاهل وتوصل، وبعد كده تفرغ بقى لكاس العالم ان شاء الله، التصفيات المؤهله لكاس العالم باذن الله ان شاء الله تكون شاء الله. 22 باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا القومي بقياده الكابتن حسام البدري. طبعا كل الشكر للاستاذ محمد الوسيم، بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا، ودايما فقره مميزه يا استاذ. ربنا يخليك يا كابتن، انا سعيد بالتواجد معاك. شكرا جزيلا. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل النجم الكبير هاني العجيزي.
برحب بحضراتكم مرة تانية. لسه البيت الكبير مستمر مع نجم من نجوم الأهلي السابقين تألقوا مع النادي الأهلي، الآن موجود كمدرب لفريق سموحة مع المبدع أحمد سامي، وهو الحقيقة نجم هاني العجيزي. بصراحة فريق سموحة عامل شغل كويس جدا، بيقدم مستوى رائع مع الجهاز الفني الموجود حاليا. النهاردة هنتكلم كمان عن ده وعن مشوار الأهلي أكيد في دوري الأبطال، وبالتحديد لقاء الأهلي مع فيتا كلاب يوم الثلاثاء اللي جاي، وهنتكلم عن مشوار سموحة في الدوري وعن طبعا تجربته التدريبية دي، أكيد تجربة خاصة جدا. يا كابتن هاني منورنا في البيت الكبير. بنورك يا سيام، أنا سعيد أنا موجود معاكم النهاردة. حبيبي طبعا كابتن هاني، طبعا يعني بقول كل سنه وانت طيب. انت طيب عقبال 100 سنه يا رب دايما كده ومنور الدنيا. حبيبي هاني طبعا مشرفنا في بيتك البيت الكبير. زي ما قالت سهام، مشوار سموحه في مستوى الدوري اعتقد ماشيين بمستوى اكتر من رائع. بنقول لك طبعا مبروك على الفوز الكبير على اسوان 5-0 في مباراه رائعه. هنأجل شويه الكلام على ملف الدوري وخلينا في الاهم، مباراه النادي الاهلي ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي في دوري الابطال. شايف المباراة ازاي هاني من حيث اللعبكة على مستوى المجموعة؟ المجموعة دخلت في حزبة بيرما، شايف المباراة ازاي من الناحية ديت ومن الناحية كمان الفنية للنادي الأهلي؟ أكيد طبعا. بص يا كابتن هاني، أكيد الماتش الأخير بتاع فيتا كلوب اللي كان عندنا في القاهرة ده أكيد بوظ حسابات النادي الأهلي بشكل كبير جدا. المباراة كانت في متناول النادي الأهلي، لكن الحكم طبعا المغربي كان ليه رأي تاني خالص أو رأي مختلف. أنا شايف إن ظلم النادي الأهلي بشكل كبير جدا. النادي الأهلي عمل مباراة للتاريخ تقريبا. لو أنا شفت إحصائية المباراة بعد المباراة، النادي الأهلي تقريبا من المباريات القليلة جدا اللي وصل للجول بالشكل ده. يعني تقريبا في تاريخ النادي الاهلي في بطوله افريقيا في دوري المجموعات يوصل للمره بالعدد الكبير ده وكميه الفرص اللي ضاعت في المباراه دي. انا شايف ان النادي الاهلي كان استحواذ تام على المباراه كلها. اداء كان جيد، بتصنع اهداف، بتضيع اهداف، جبت اهداف، كل حاجه اتعملت في المباراه دي. انا شايف النادي الاهلي كان قدم مباراه كبيره جدا، لكن سوء التوفيق وطبعا عدم تقدير للحكم المغربي طبعا ضربه الجزاء ادت للكعبله اللي حصلت في المجموعه طبعا. لكن النادي الاهلي لو كان كسب المباراه دي تقريبا المباراه يعني صعود النادي الاهلي كان هيبقى اسهل بكتير من دلوقتي. بس انا شايف ان يعني قدر الله ما شاء فعلا. شايف ان اللعيبه يعني النادي الاهلي متعود ان هو يتحط في مواقف زي دي. النادي الاهلي هيلعب هناك في فيدا كلوب في الساعه 3 ومباراه صعبه جدا، بس انا واثق في لعيبه النادي الاهلي ان هي هتعدي ان شاء الله المباراه دي ان شاء الله. يمكن النهارده اللعيبه والجهاز الفني والبعثه ومجلس الاداره كله اكيد بيفكر بشكل انه يحسم الثلاث مباريات اللي جايين علشان يتاهل من دور المجموعات. تفتكر ايه اللي المفروض الجهاز الفني يراقبه وياخد باله منه بشكل كبير جدا علشان يحسم بطاقه التاهل ان شاء الله؟ هو اهم حاجه طبعا ان انت سهام ان انت الفرص اللي تجيلك لازم تستغل الفرص، حتى لو جالك فرصه واحده. كابتن انا عارف طبعا الكلام ده، ان انت بتلعب فرقه محترمه، الفرقه طبعا على الماتش وفرقه كويسه جدا، فرقه بتلعب جيم مفتوح، عارفه قيمه النادي الاهلي كويس قوي وعملت حساب للنادي الاهلي فعلا في القاهره هنا. وبدليل ان هم كان بيدافعوا بشكل كبير جدا، ولكن هو زي ما قلت سوء التوفيق اللي حصل هو اللي ادى لنتيجه المباراه ان احنا نتعادل معاهم. لكن انا شايف ان النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب قعد مع اللعيبه قبل ما يسافروا وحفزهم ان هم المباراه دي لازم ما فيش بديل عن الثلاث نقاط، وده فعلا دي الحقيقه. انت لازم تكسب المباراه دي، لان لو حصل حاجه لا قدر الله تعادل حتى هيدخلك في حسبه مش كويسه. سيمبا برده جاي لك فرقه محترمه جدا وفرقه بتلعب كوره كويس قوي. المريخ برضو طالع بره. شايف ان المجموعه صعبه صعبه صعبه، من اصعب المجموعات اللي موجوده المجموعه بتاعه النادي الاهلي. لكن زي ما قلت الكابتن هاني، ان اللعيبه انا متاكد ان اللعيبه عارفه اهميه المباراه وهيقدروا ان هم يحفزوا نفسهم. وطبعا ده دور اللعيبه الكبيره برضو اللي موجوده في الفرقه، وده شفناه السنه اللي فاتت في البطوله الاخيره الشناوي، وكان دوره كبير مع كلامه مع اللعيبه وليد سليمان. اللعيبه الخبرات اللي موجوده في الفرقه ليها دور كبير في الماتشات اللي زي دي. طب هاني، خلينا من خلال خبراتك برضه على مستوى المباريات، مريت بظروف انتوا كلعيبه بقى قلتوا
ولناش دعوه بقى الجهاز الفني بيقوم بدوره و و و الجهاز ومجلس الاداره. دي ماتشاتنا احنا، دي مبارياتنا احنا، دي اللي احنا بلغه الكره حطينا نفسنا في مأزق، واحنا اللي هنطلع النادي منه. في الاوقات زي ديت بتتصرفوا ازاي؟ هل في موقف مر من خلال مشوارك اتحطيت انتوا في هذا الموقف قبل كده، وكان ردود افعالكم ايه جوه الفريق يعني بعيد عن الاداره الفنيه يعني؟ حصل، بس زي ما قلت لك كابتن، دور اللعيبه الكبيره مهم جدا. يعني احنا حصل الموقف ده في 2008، كنا بنلعب فرقه تقريبا من كونغو، وكان مباراه صعبه جدا. وفاكر ان الفتره دي كان ابو تريكه موجود ايامها، وبركات وعماد متعب ووائل جمعه، كان دايما بيتكلم مع اللعيبه وكان بيحفزهم وبيقول لهم هي مباراه 90 دقيقه، هو المجلس الاداره بيوفر لك كل حاجه، بيهيئك ان انت تبقى ما فيش في دماغك حاجه غير المباراه، ان انت تركز في المباراه. نفس الكلام للجهاز الفني، الجهاز الفني برده بيشتغل معاك بشكل كبير جدا في الفتره اللي هي قبل المباراه باسبوع، بيهيئك نفسيا وبيهيئك بدنيا وبيهيئك فنيا، على اساس ان انت بتبقى نازل ذهنك صافي تماما ومش مركز غير في المباراه. لكن انت خلاص اول ما الحكم بيبدا خلاص الجهاز الفني ملوش دور، ان انت الموجود دلوقتي ولا المجلس الاداري له دور. انت دلوقتي الموضوع في ايد اللعيبه، شايف ان اللعيبه محتاجه ان هي تبقى في مجهود مضاعف في المباراه دي بالذات، ظروف المحيطه المباراه، ان انت بتلعب الساعه 3 برده يا كابتن هاني وملعب صناعي. شفنا النادي الاهلي في ماتش سيمبا كان الاداء برده ما كانش هو المطلوب، الرطوبه كانت مقصره الملعب، لكن النادي الاهلي متعود على ده يا كابتن. لعبت في الضغوطات ديت بعيدا عن الفنيات، انت لعبت في تحدي في صعوبات زي ديت، جو على درجه حراره مرتفعه، رطوبه، بنتكلم على ترتان، لعبت على ترتان قبل كده؟ طبعا، طبعاً اكيد طبعاً. اكيد مفيش لاعب كوره ما لعبش على ترتان يعني. لا الموضوع مشكله في الاصابات. طبعا الموضوع صعب، احنا في مباريات كنا بنيجي نسافر فيها بركات ما كانش بيسافر معانا، لان هو كان عنده مشكله تقريبا في ركبته او حاجه، فكان ممنوع ان هو يلعب على النجيل الصناعي. لا النجيل الصناعي طبعا مشاكله كبيره جدا يعني، مشاكله كبيره، وخاصه الجيل القديم. انت عارف يمكن النجيل الصناعي الجيل الجديد شويه بيبقى مختلف، بيبقى تحتيه طبقه من سفنج شويه بيضطر، لكن النادي الاهلي هيلعب ترتان ما قال لك بقاله 9 سنين سامي قمصان قالها من الجيل القديم. والنهارده كان في شكوى، مش شكوى من اللعيبه، لكن اللعيبه كانت متوقعه زي ما كنت متوقع ان يكون النجيله يعني المستوى النجيله الصناعي افضل شويه. لكن تاني بنقول ان دي مواقف بيتحط فيها النادي الاهلي بعيد بقى عن الشماعات ديت وبعيد عن الظروف الصعبه، ما حدش هيفتكر الكلام ده غير النتيجه يعني. اكيد انا كنت اتمنى برضو كابتن هاني ان مستر موسيماني كان يطلب ان هو مثلا، كان تقريبا في ملعب في مدينه نصر على ايامنا كان في ملعب نجيل صناعي موجود، كان موجود في النادي الاهلي في مدينه نصر. كنت اتمنى ان هو كان ممكن ان هو يعمل تمرين او اتنين، بس الكلام ده كان ايام يعني. انا الكلام ده كان ايام زمان برضو كمان الوقت ضيق عليه بصراحه. بالظبط. يعني حسيت الملعب برضو كان اللعيبه محتاجه ان هي تاخدها، لكن احنا برضو في لعيبه صغيره موجوده في النادي الاهلي ما تعودوش على الاجواء دي، فالموضوع انا عارف ان هو بيبقى صعب عليهم شويه. عشان كده مسافرين النهارده، وعشان كده المفروض لوائح الفيفا، كنا بنقول لوائح كاف النهارده بتتكلم في ان لا يعني بيمنح للفريق اللي هيلعب على ترتان انه يتدرب مرتين، فالنهارده كانت مره ولسه في مره كمان، فافتكر ده بقى يعودهم شويه يعني شويه على قصه الترتان ديت وازاي يتعاملوا على الكور. اكيد اكيد زي ما قلت لك يا سهام، هو الموضوع دلوقتي في ايد اللعيبه، اللعيبه لازم خلاص الموضوع يعني اللعيبه تركز كويس قوي، تقدر ان هي تريح جماهير النادي الاهلي، ان هي ترجع تاني النادي الاهلي لاول المجموعه. الموضوع انا شايف ان هو صعب شويه، لكن لعيبه الاهلي متعوده على الاجواء دي ومتعوده على الظروف دي. شفنا نادي الاهلي السنه اللي فاتت في البطوله الاخيره مر بظروف اصعب من دي، وكنت بتلعب نادي الزمالك في نهائي بطوله كبيره زي بطوله افريقيا، واللعيبه قدرت ان هي تبقى على قد المستوى وقدرت ان هي تتحقق بطوله كبيره زي دي وتفرح جماهير النادي الاهلي. وطبعا تقريبا شايف ان البطوله دي اغلى بطوله في تاريخ النادي الاهلي يعني، ان شاء الله نتوقع باذن الله ان النادي الاهلي هيعدي المباراه دي. بكلمك بقى بلغه المدرب، انت دلوقتي مدرب كبير وان شاء الله نشوف حاجه كويسه في المستقبل. انت لو عندك مباراه زي ديت هاني وفرقتك بتلعب على النجيل الصناعي، هتقول لهم ايه فنيا؟ هتقول لهم تعملوا ايه وما تعملوش ايه فنيا، وانت عندك خبرات كلاعب ودلوقتي ما شاء الله مدرب ومدرب واعد باذن الله، تقول لفرقتك خلوا بالكم ايه اعملوا ده ما تعملوش ده؟ والله يا كابتن هنا اول حاجه طبعا خليهم يلعبوا الكره السهله،
لان انت الماتشات دي بتبقى الساعه 3 العصر طبعا بيبقى مجهودك البدني بتحتاج مجهود مضاعف، ان انت ازاي توفر مجهودك او تقسم توزع مجهودك على صحيح. على مجريات المباراه كلها. اللعب السهل ان انت ما تجريش بالكره كتير، مظبوط. الناس اللعيبه بتمسك الكره لازم ان هي تخلص بالكره بسرعه، لان برده هتلاقي عليك ضغط كبير من الفرقه الثانيه، والفرقه الثانيه عايزه تكسب وعايزه تجيب جول بالظبط. طول ما انت بتمسك الكره كابتن طبعا انت عارف الكلام ده، طول ما انت بتمسك الكره وبتنقل الكره الفرقه الثانيه بتعمل مجهود اكبر. بالظبط بالظبط، هتجري كتير وتبقى عايز تقطع منك الكوره، وفي نفس الوقت لما تقطع الكوره عايز ان هي تهاجم تاني وعايز تجيب، وهي الضغط هيبقى على الفرقه الثانيه اكتر منك. فالنادي الاهلي لازم شخصيته تبقى حاضره في المباراه دي، حاجه مهمه جدا. لازم شخصيه النادي الاهلي تبقى موجوده في المباراه دي، ان انت نازل بطل افريقيا، ان انت بتتكلم في ثالث عالم، ثالث عالم الانديه، شخصيتك هتفرق، اللعيبه الكبيره لها دور كبير زي ما قلت قبل كده، ازاي ان انت يعني تمتص الحماس بتاع الفرقه الثانيه والجمهور، وخاصه هيبقى في جماهير، اعتقد هيبقى في جماهير كتير. بالظبط. فانا مستغرب برضو من موضوع الجماهير اللي في افريقيا ده، ايش معنى في افريقيا؟ ايش معنى الفرق؟ يعني الفرق اللي احنا برضو سيمبا كان في جمهور، يعني ما فيش كورونا هناك ولا ايه؟ لا هم شويه مش معترفين. دي على فكره دي قصص حقيقيه، يعني هناك ما عندهم انتشار الاوبئه، ده اللي بياخدوا منه، انتوا كنتوا بتطعموا موضوع عشان انتشار الاوبئه ده. بشكل، لكن ما افتكرش ان كورونا في اعتراف منه جامد، بس ده بروتوكول طبي افتكر، يعني ده بيطبق على كل الدول يعني كله. بس شوف الدوري الانجليزي الدوري الاسباني ما فيش جمهور، انا مستغرب جدا، مش عارف يعني موضوع غريب بصراحه، لكن جمهور او مش جمهور النادي الاهلي متعود على اي حاجه بالظبط. ما هو ده من ضمن برضو الضغط اللي فريقنا ان شاء الله برضو هيواجهه، لكن احنا دايما بنقول معدن الابطال بيبان في الظروف اللي زي دي. افتكرت من كلامك كلمة كان دايما يقولها كابتن هاني، ان في الاجواء الصعبه اللي زي ديت المناخ يعني بتخلي الكره هي اللي تتعب. صح. مش اللعيبه. من وجهه نظرك بقى الفنيه، هو يلعب ازاي موسيماني؟ يلعب على قصه التمرير السريع ما بين اللعيبه علشان ما يمنحش اي فرصه مثلا لفيتا كلوب ان هي تحاول تهجم؟ يعني كلمني عن يعني شكل خطه موسيماني في اللعب. انت عايز طريقه اللعب يعني؟ كلمنا على طريقه اللعب. بص انا في نقطه كابتن كنت عايز اتكلم فيها برضو، ان النادي الاهلي لما لعب في سيمبا لعب ب 4-3-3 او 4-3-2-1. بالظبط. انا شايف ان اللعيبه يعني الموضوع بيبقى صعب عليها شويه، حته الثلاثه دي بتوصل اللعيبه ان هي في حاله دفاعيه. والنادي الاهلي برضو يعني في حاجه كده اتعلمتها في الفتره الاخيره دي او في فتره زمنيه قصيره، حته السيستم او حته ان انت بتعود لعيبتك على طريقه معينه او خطه معينه وتفضل ماشي بيها وتحفظهم. حته التحفيز برضو مهمه جدا جدا جدا. انا شايف النادي الاهلي خلاص، يعني النادي الاهلي طريقه 4-2-3-1 هي دي الاقرب للنادي الاهلي، وهي دي اللي النادي الاهلي بيعرف بيطبقها بشكل كبير جدا، واللعيبه قادره تستوعب كل واحد لعبها. عارف طريقه بالظبط. الفرقه معدوله يعني بالظبط. بالظبط. فانا شايف ان الطريقه دي النادي الاهلي شغال بيها كويس. لما بيجي يغير النادي الاهلي الطريقه الخطه بتاعته او طريقه اللعب بتاعته بيبقى فيه شويه دربكه او فيه شويه يعني مفيش نظام اكتر يعني، او مفيش مثلا الاستيعاب بتاع اللعيبه بيبقى صعب شويه. حتى يعني شفناها في مباراه سيمبا النادي الاهلي والثلاثة في نص الملعب كان في حاجه غلط، يعني مش هو ده النادي الاهلي. وبعدين حاجه، في حاجه ثانيه، النادي الاهلي لازم يبقى هو الفعل مش رد الفعل. يعني انت لما تروح تلعب فرقه المفروض ان الفرقه الثانيه عارفه ان انت النادي الاهلي، هي اللي بتيجي تحط طريقه اللعب او الخطه عليك انت، مبقاش انت يبقى انت رد الفعل. مثلا احنا شفنا النادي الاهلي وبيلعب بايرن، شفنا النادي الاهلي وبيلعب الدحيل. الدحيل حتى الدحيل كان نازل المباراه كان خايف من النادي الاهلي، وكان باين بشكل كبير جدا في الشوط الاول بالذات. نزلت هاجمت، لعبت بالطريقه التقليديه بتاعتك، قدرت ان انت تحرز اهداف، ان انت تسجل في اول مباراه. ده اللي انا عاوزه، ده اللي انا عاوزه. وشفنا كمان الماتش الاخير بتاع فيدا كلوب، النادي الاهلي لما لعب بالطريقه بتاعته وصل قد ايه للجول وقد ايه ضيع فرص وقد ايه كان شكل النادي الاهلي كويس. وخصوصا لما يكون قفشه فايق كمان، يعني اتمنى ان قفشه، لان قفشه فعلا لعيب مهم جدا في النادي الاهلي. لما بيكون فايق الفرقه كلها بتبقى فايقه. قفشه لما بيبقى مستواه مش
مش عالي بيأثر على شكل الأداء النادي الأهلي، فأتمنى إن هو يبقى في حالته البدنية وحالته الفنية، وإن شاء الله بإذن الله يعني زي ما قلت يا سام برضو استغلال الفرص مهم جدا في مباراة اللي زي دي. أنت أي فرصة لازم تجي لك لازم تستغلها بشكل كويس. طيب أي فرصة لازم تستغلها بشكل كويس، فمحتاجة حد يكون عنده ثقة في نفسه وعنده ثقة إنه يجيب هدف. وأنت شفت خلال المباريات اللي فاتت بواليا فقد الحتة دي شوية من وجهة نظرك. خلاص أنت قلت 4-2-3-1 ده دي الطريقة الأمثل للنادي الأهلي حتى على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم. طيب رأس الحربة وأنت كنت لعيب مميز في الجزئية ديت، تفتكر ممكن نبدا بمين او موسيماني بيفكر بدايه بمين؟ وخلي بالك انت برضو مدرب وعارف ان لما بتفكر في البدايه كمان انت لازم تفكر في البدائل. انا مثلا هزق محمد شريف عشان يبقى البديل معايا بواليا او مروان، لكن البدايه دايما بتكون مهمه. تفتكر من وجهه نظرك يعني من وجهه نظرك مين راس حربة اللي هيبدا مباراه النادي الاهلي؟ والله انا كمدرب لو يعني انت وجهه نظرك انا شايف ان بواليا بيأدي بشكل كويس بغض النظر عن الحاجات اللي بيضيعها والفرص اللي بتجيله وبيستغلهاش كويس، لكن انا شايف ان هو هي حته برده فيرود المحطه دي كابتن هاني برده انا ما بحبزهاش قوي لان خلاص يعني انت دلوقتي الفيرود المفروض ان هو بيجيب جوال والكلام ده انا معاك، لكن بواليا انا شايف ان هو يعني بيتحرك كتير بيصنع فرص كتير لزمايله، عنده حته ان هو يفضل زمايله اماكن او ان هو يفضل زمايله فرص. انا شايف ان هو لعيب كويس، هو ناقصه بس حته التهديف دي اللي هي اللي فارقه معاه بشكل كبير جدا. والناس في مصر عامه بتبقى عايزه ان فيرود النادي الاهلي او فيرود النادي الزمالك او اي نادي تاني بغض النظر عن مين ان هو يحرز اهداف. يعني لما فيرود يعني خلاص احنا عارفين عماد متعب ايام ما كان موجود، كابتن حسام حسن، الفراوده اللي كانت موجوده في مصر، فلافيو لما كان موجود في النادي الاهلي الناس كلها ما كلمتش عليه لما كان بيحرز اهداف. لكن انا شايف ان بواليا يعني يبدا بانسب واحد انا شايف. لكن مروان برضو بالفتره اللي فاتت بيأدي بشكل كويس وبينزل بيبقى ليه مردود كويس، لكن بدايه المباراه في الوقت ده وفي التوقيت ده والملعب ده محتاج لعيب باور، لعيب بيجري كتير، لعيب بيصنع فرص لزمايله. انا شايف ان بواليا انسب واحد. مين الاثنين اللي تحتي؟ قفشه طبعا، يعني قفشه انا شايف ان هو قفش انسب واحد موجود، واجايه وانا شايف ناحيه اليمين ممكن يبدا بطاهر. طاهر مش شحات، مش حسين، لا مش حسين. حسين برضو المردود بتاعه الفتره الاخيره مش هو ده مستوى حسين. حسين طبعا كلنا عارفين ان هو لعيب مهم جدا ولعيب بيبان في الماتشات الكبيره، لكن طاهر برضو لعيب باور، لعيب التحامات، لعيب بيجري كتير، عنده حته الارتداد دي كويسه. انا شايف ان هو هيبقى مناسب في الفترة، لان انت الماتش ده كابتن برضو محتاج ان انت حتة الارتداد بتاعك لازم يكون سريع ما تكررش سيناريو الماتش اللي في القاهرة بالزبط. يعني لازم انا شايف ان الحتة الدفاعية كمان مطلوبة، احنا اتكلمنا على الحتة الهجومية ولازم ان احنا نستغل فرص، لكن الحتة الدفاعية مهمة جدا برضو النادي الاهلي نتكلم عنها بالتفصيل بعد ما نروح لفصل ونرجع مرة تانية في البداية الكبيرة. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن التشكيلة المرتقبة أمام فيتا كلوب من وجهة نظر كابتن هاني العجيزي اللي منورنا في البيت الكبير. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن خط الهجوم، هو رشح بواليا قدام وتحت منه قفشة وأجاية. كنا توقفنا عند الدفاع والناحية الدفاعية، فأكيد موسيماني هيأكد على اللعيبة أو الدفاع بشكل عام أنه يعني يواجه أو كيفية مواجهة السرعات المنتظرة من فيتا كلوب بطل الكونو، ولا ايه يا كابتن؟ طبعا دي انا قلت فيها اتكلمت فيها برضو، قلت ان لازم في حذر كبير جدا من خط الظهر بتاعنا ان انت ما يدخلش في الجول. عندهم لعيبه مميزه جدا، عندهم اوبد مايامبا ده راس الحربه لعيب كويس قوي، هدف الفرقه جايب هدفين، عندهم اميدي مساسي رقم 14 وده لعيب مهم جدا وتقريبا من ابرز اللعيبه اللي عندهم، لعيب في نص الملعب كي بلاير وكان رقم 14 ديفندر وبيزيد كمان بالظبط. لعيب كويس قوي وشفناه في المباراه اللي فاتت ليه تاثير كبير جدا على اداء فيتا كلوب. عندهم الباك اليمين شباني تقريبا وعندهم الباك ليفت، لا هم عندهم العناصر كويسه جدا والعناصر كويسه في اماكن مهمه، يعني باك رايت وباك ليفت وراس حربه
انا شايف ان الفرقه برضو هتبقى متعبه يا كابتن هاني. مش انت عندك في الباك الشمال لو ايمن اشرف مش جاهز هتعمل ايه؟ ايمن هيبقى جاهز، لكن انا بتكلم عليهم هم عندهم، بص هم عندهم مشاكل، ويمكن من افضل ماتشات وكان واخد يعني رجل الاسبوع كان حارس المرمى، كان متالق بالظبط كمان بطريقه غير طبيعيه. ما اعتقدش هيبقى هو بنفس المستوى او هيظهر بنفس المستوى. عندهم مشكله لسه في السرد باكين، ودي وضحت جدا جدا في المباراه. ده حقيقه. لكن عندهم على فكره كوليبالي، اسماعيل كوليبالي ده انا لعبت معاه في سموحه، كان لعب بطيء جدا، ولعب الماتش اللي فات على فكره بتاع النادي الاهلي. سرد باك طويل هو كده كابتن الفرقه، اسمه اسماعيل كوليبالي، وما كانش بيلعب معانا حتى في سموحه. انا استغربت حتى لقيته في فيتا كلوب بيلعب دوري ابطال والكلام ده، لكن هو لعيب بطيء عامه، مش سريع خالص، وكورته عارف رتمه بطيء يا كابتن هاني، اللي هو بيباص بالراحه، سبرنت بتاعه ضعيف، ما بيعرفش يطلعوا الكره من تحت بصراحه. بالظبط بيعتمدوا على الرقم 14 في خروج الكره يعني. بالظبط. فانت ان شاء الله زي ما قلت، انت استغلال الفرص اللي تجي لك في اول مباراه دي مهمه جدا ان شاء الله. الحته الدفاعيه زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله يكون بدر بنون وياسر وايمن ومحمد هاني، ان شاء الله اي حد يلعب يبقى موجود ان شاء الله، يبقى في الفورمه بتاعته ان شاء الله. طب انت كنت اتكلمت على الجزء اللي قداماني، ويمكن في قلت يعني تتكلم على بواليا تحتي ثلاثه، قفشه واجايه وطاهر. مش الشحات. انا شايف طاهر. مش شايف ان ممكن موسيماني بيفكر، ويمكن بنرجع للسيناريو معاك المباريات اللي فاتت، دايما موسيماني عنده تغييرات او بيأجل الاوراق شويه، يعني مروان طاهر، محمد طاهر، صلاح محسن في ماتش الاسماعيلي. بالظبط الاوراق ديت اللي بيستغلها يمكن في وقت من اوقات المباراه، انه يخش ويسرع الريتم ويخلق فرص. صلاح اول ما نزل جاب جون رائع، طاهر يمكن بعد غيابه راجع بقوه. تفتكر ممكن، انا بتكلم معاك يعني نتناقش، ممكن جدا يبدا مثلا بواليا، حسين الشحات، او محمد شريف. انت عارف فكره محمد شريف ساعات كمان بيلعب طرف يمين، ولا الفكره انت شايف انه لا الافضل يكون طاهر عندنا سرعات في الاول، ونخلي حسين معانا كورقه يعني؟ ده انسب بصراحه ليا. انا شايف ان طاهر زي ما قلت لك يا كابتن هاني عنده حته البدنيه عاليه، حته الارتداد بتاعه دي حاجه مهمه جدا في الشوط الاول بالذات، لازم تامن بشكل كبير جدا ان انت لازم الارتداد بتاع الهافين بتوعك، الجناحين بتوعك، لازم يبقى في كونتاكت بينهم وبين بعض، اذا كان اجايه وايمن اشرف او طاهر ومحمد هاني او وات ايفر مين اللي هيبدا، حسين او اي حد. الاسماء مش مشكله بالنسبه لي، الاسماء مين اللي يبدا، لكن انا شايف ان طاهر انسب واحد. وفي نص الملعب ديانج والسوليه، او ديانج برده وحمدي، الثلاثه ما شاء الله عليهم بيأدوا بشكل كويس برده الفتره اللي فاتت. محمد هاني وايمن اشرف مفيش اختلاف طبعا، بدر بنون وياسر والشناوي، ده انا شايف انسب تشكيل النادي الاهلي. اعتقد مستر موسيماني برضو هيبدا كده، انا اعتقد ان هو هيبدا كده، مش صعب ان هو يبدا ب 4 3 3 لان المردود بتاعها في ماتش سيمبا ما كانش بالشكل يعني ما فيش مجال انه يبدا باي خط غير 4 2 3 ممكن تلاتة. ممكن ما هو 4 3 3 يا اما 4 2 3 1 لا في مباراه زي ديت مش هيبدا يعني باثنين فراوده، مستحيل او لا اثنين فراوده اعتقد من خلال الماتش، يمكن الماتش اللي فات نزل لعب مروان ولعب بمحمد شريف وكان يعني. ظروف بالظبط على حسب السيناريو. لكن هو السؤال بتاع سهام، ثلاثة في نص الملعب، وده فاجئنا بعض المفاجآت بتظهر يعني، ثلاثة في نص الملعب يقول لك طب برضو أأمن شوية الدفاع، أنزل أكرم مع حمدي أو مع ديانج وعمرو السولية، نقفل الحتة دي شوية، بالرغم إنها ما مشيتش شوية في ماتش سيمبا، لكن الجزء اللي بتكلم عليه هو التوازن. عايزين نكسب، وعايزين نكسب إن شاء الله، مش هقول بسرعة لكن نكسب المباراة. إنك تكسب المباراة وعندك فريق بيعتمد بشكل كويس قوي على الكاونتر اتاك وعلى السرعات اللي قدام، تربك شويه الحسابات بالنسبه لخط النص، ولا انت شايف المهام تختلف بقى لديانج؟ المهام تختلف. انت قلت المهام، المهام ممكن قفشه، يعني قفشه ممكن المهام بتاعته في، يعني انت ممكن تغير طريقه اللعب من خلال برضو الناس اللي موجوده، مش شرط ان انت تلعب صريح بثلاثه ديمدرات، لا انت ممكن قفشه المتطلبات بتاعته في المباراه ان انت قفشه، لا هتبدا مثلا اول نص ساعه مثلا او ربع ساعه لحد ما الجهاز الفني يقول لك تتحرك ازاي، تبدا مثلا بثلاثه في نص الملعب. وقفشه يعني قفشه اداها قبل كده في كذا مباراه وكان كويس، يعني كان ساعات بيبقى هو ديانج مثلا او هو السوليه كان بيأدي بشكل كويس، بس الحته الدفاع بتاعته مش طبعا مش كويس. انا معاك ان هي مش هتبقى زي الثلاثه الديفندر اللي هم الصراح، لكن او الادوار تتغير يعني، ان ممكن انت على حسب يعني ثبت مثلا ديانج بلاش بالزبط. انت تتقدم وخلي عمرو هو اللي يتقدم وترجع 10 دقايق ربع ساعه، ويبقى مثلا عمرو اللي ثابت وديانج، يعني ما نطيرش الاثنين بتاع نص الملعب، لان ده اللي كان بيحصل في المباراه الاولى، ان احنا كنا بنهاجم قوي
فالكرة بترتد عندهم سرعات فبيمسكوها يا دوبك ديانج بيلحق عمرو السوليه بيلحق. عمليه الحرص بس ان الكور المرتده دي تكون فيها تامين اكتر شويه يعني. والله كابتن هو الحاله برضو بتاعه اللعيبه طبعا بالزبط. مستر موسيماني هو شغال طول الاسبوع عارف الانسب مين اللي هيقدر ينفذ التكتيك بتاعه او الشغل بتاعه اللي هيقدر يقوله. احنا كلنا باجتهادات بالظبط نفسنا طبعا يعني. يبقى انسب تشكيل هو اللي يتحط او انسب اي احنا زي ما قلنا مش يعني موضوع الاسماء ده انا بالنسبه لي مش فارق معايا اهم حاجه 11 لاعب في الملعب هم اللي هينزلوا هيموتوا نفسهم مباراه انا شايف المباراه دي مباراه البطوله بصراحه النادي الاهلي ان شاء الله لو قدر ان هو ياخد 3 بونت دول هيفرق معاه بشكل كبير جدا بالظبط يعني انا شايف ان هي مباراه مهمه جدا 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 هتفرق مع النادي الاهلي كتير هتحطه في حته تانية خالص هيبدا يفكر بقى في مباراه سيمبا اللي جاي ويبدا الشغل ليها بشكل كبير ان شاء الله باذن الله زي ما قلنا اي حد يبدا المباراه دي يبقى كويس ويبقى في الفورمه بتاعته ان شاء الله. كنت اول ما بدات كلامك اتكلمت عن الظلم التحكيمي اللي تعرض له الاهلي من الحكم رضوان جيد الحكم المغربي. لما بنتكلم عن التحكيم الافريقي الاهلي يعني بيعاني يعني عنده مسلسل من المعاناه بسبب التحكيم الافريقي وده عكس اللي بنشوفه في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا مثلا. نعم يعني ايه اللي النهارده المفروض الكاف يعمله علشان نتخذ اجراءات بانه يطبق بقى الفار من اول دور المجموعات اللي جاي ان شاء الله؟ بص يا رهام هو النادي الاهلي خد البطوله السنه اللي فاتت ازاي؟ عشان كان في تحكيم عادل. يعني انا شايف ان السنه اللي فاتت في الادوار اللي هي الادوار المهمه الادوار الاخيره النادي الاهلي كان فيه حكام على مستوى كبير جدا وهم اللي كانوا بياخدوا مهام المباريات المهمه بالظبط اللي قبل النهائي والنهائي عشان كده المباراه البطوله خرجت بشكل سلمي وبشكل مشرف عكس السنين اللي فاتت يا كابتن. انا طبعا كلنا فاكرين طبعا مباراه الترجي الشهيره بتاعت انرامو وبتاعت وضربه الجزاء قصدي الطرد بتاع ايمن اشرف في النهائي برده في 2018 تقريبا او 2017. فالسنه النادي الاهلي عانى السنين اللي فاتت فعلا عانى بشكل كبير جدا وزي ما قلنا لما بقى في فير في الـ في الـ في الـ في السنه اللي فاتت في البطوله النادي الاهلي خد البطوله وهو مرتاح وباداء كويس وباداء مشرف ولكن طبعا بنرجع تاني لنفس الموال تاني وضرب الجزاء يعني انا بتفرج على الماتش يعني غريبه جدا والله العظيم يا كابتن انا اتخضيت انا قلت ايه ده لا هي كمان باني تهاني بعد الاعاده لا ده الاعاده كارثه تانية يعني وانت بتتفرج يعني حتى الجزء من الثانيه طب لكن لما تعادت لا دي كارثه يعني بجد والله العظيم كارثه يعني انا برضو حته الفار دي مش عارف مش موجوده ليه في دوري المجموعات مستغربها برضو جدا يعني انت ممكن تظلم فرقه زي الماتش اللي فات ده يعني ضيع بطوله على فرقه كبيره زي النادي الاهلي وبطوله مهمه للنادي الاهلي لكن النادي الاهلي لازم نخلي بالنا هاني من التحكيم النادي الاهلي يعني برضو اكيد طبعا احنا كلنا ثقه في التحكيم وبنتكلم لكن دايما الحكم الافريقي بيتحط وخاصه ما فيش فار برضو فانك برضو دي تعليمات للعيبه بتاعت خط الظهر اللعيبه بتاعت نص الملعب ان خلي بالك من 18 خلي بالك انك ما في حاجه ركزها معاك جدا الحاجات دي مهمه جدا انك ما تديش كمان فرصه لحد انه يستغل خطا منك بالظبط يعني الحاجات اللي فيها كمان الحاجات اللي فيها بيبقى فيها شكوك او حاجه زي دي خلي بالك احنا فعلا كنا في ماتشات كتيره بنيجي نقولها مثلا بيبقى في حكم عارفينه ان هو مثلا بيدي انذارات كتير او ان هو مثلا بيحسب فاولات كتير او بيحسب ضربات جزاء كتير كنا يعني اي لعيب مثلا داخل على لعيب او في احتكاك بينه وبين التكير بتاع مش عارف ايه بيبقى في حرص طبعا اتمنى طبعا الحكم يبقى اللي موجود عشان كده دايما نقول للكابتن انه الماتشات اللي زي دي الماتشات الحاسمه دي ماتشات خبرات اللعيبه بقى طبعا تتحكم طبعا فيها خبرات اللعيبه بشكل كبير انا حتى اتكلمت في اول الحلقه وقلت اللعيبه كبيره ليها دور كبير جدا في المباراه اللي زي دي بس انا برضو يعني بتمنى ان الحكم اللي جاي ان شاء الله يكون على قد المستوى لان لو في حاجه حصلت في مباراه زي دي المباراه الجايه دي هيبقى مشكله كبيره جدا هتبقى مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي يعني. لكن ان شاء الله باذن الله ما نحتاجش للحكم ولا نحتاج لقراراته النادي الاهلي ان شاء الله كلنا واثقين فيهم ان هم يحققوا المطلوب او المردود منهم ان شاء الله ويطلعوا بالمباراه بالثلاثه بونت في نفس الوقت تقريبا هيتلعب مباراه سيمبا والمريخ شايف ان الوضع العام لفريق المريخ خلاص الموضوع هو بره المسابقه تماما بالرغم هو يمكن يتعادل المباراه اللي فاتت
في فرص ان المريخ انت ساعات بتبقى الفرقه انا بره خلاص فبتدي له بيلعب يعني بيلعب بأريحية بدون ضغوط، ممكن ده ياثر على النتيجه يبقى في نتيجه غير متوقعه لمباراه سيمبا والمريخ. اتمنى طبعا المريخ يؤدي بشكل كويس طبعا لكن هو زي ما انت قلت يا كابتن هاني ان وضعه في جدول المجموعه ان هو خلاص ما فيش امل بالنسبه له، هو كل تركيزه على مباراه النادي الاهلي. خلينا نكون صراحه يعني النادي الاهلي طبعا لما بيروح السودان كلنا عارفين اهميه المباراه بتبقى عامله ازاي والناس كلها بتبقى مستنيه النادي الاهلي ان هو يجي السودان. هنشوف المباراه هتمشي ازاي والسيناريو بتاعها هيمشي ازاي، بس انا اعتقد ان سيمبا المباراه بالنسبه له هتبقى اسهل بكتير يعني من مباراه النادي الاهلي. واتمنى ان يعني من المريخ ان هم يقدموا شكل كويس او مردود كويس، لان طبعا النتيجه هتاثر على على ترتيب المجموعه بشكل كبير جدا. ان شاء الله باذن الله يكونوا في الفورمه بتاعتهم ويقدروا يعملوا مباراه كويسه مع سيمبا ان شاء الله. عامل ايه مع سموح؟ الحمد لله الحمد لله تمام ماشي في المركز السابع دلوقتي برصيد 22 نقطه. كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه يعني بيقدم مستويات رائعه جدا الموسم ده، هو معانا على التليفون علشان يكلمنا اكتر عن ادارته طبعا الفنيه لفريق نادي سموحه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن. ده كابتن هاني. مبروك كابتن هاني الكبير. حبيبي يا كابتن منورنا طبعا، وزي ما سامي بتقول موسم اكتر من رائع مع سموحه وفوز كمان كبير قوي على اسوان 5-0، نتيجه كبيره، واكيد النتيجه دي واتكلم مع هاني لسه بتدي ثقه للجهاز الفني وبتدي ثقه للعيبه. وعايزين نبارك لك الاول، وعايزين نقول لك هاني الصغير عامل معاك ايه في المشوار التدريبي؟ لا يعني هاني لجدي ان شاء الله يبقى مشروع مدرب كبير، وان شاء الله باذن الله يعني هو في مرحله ان هو يعني عامل سبورت كويس في الجهاز، وان شاء الله يبقى يعني نكسب مدرب كبير ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. اصبحتوا ملوك التعادلات يا كابتن احمد، كنا بنقول كده في الانترو، انتم ما شاء الله يعني تعادلتوا 10 مباريات، خسرتوا مباراه وحيده في الموسم ده. يعني بقول لك يعني موضوع التعادل كتير طبعا بتبقى حاجه بزياده، تبقى حاجه مش كويسه، بس في نفس الوقت انت ما بتتغلبش، دي حاجه برضو ميزه كتير عشان تحافظ على الاستقرار النفسي للعيب. انا في ماتشات كتير جدا كنت من وجهه نظري كان ضيعنا فرص كتير جدا، كنت استاهل ان انا اخد المكسب. بس طبعا ما كانش بيحصل لان الدوري صعب، مفيش فرقه بتنزل مكسب في الدوري السنه دي، الموضوع صعب بالتالي. بس احنا بشكل عام احنا ماشيين كويس يعني بخطى ثابته يعني، وقدرتوا ان انتوا تحققوا مكسب كبير جدا على اسوان 5-0 مش كده يعني. بخطى ثابته افتكر يعني كابتن احمد يعني تجربتك لفته نظر الجميع الموسم ده تحديدا مع سموحه. والله بص انا يعني انا بدات في السنه اللي فاتت والحمد لله فنشت خامس، عملنا برضو حاجه كويسه السنه اللي فاتت. السنه دي التعادلات دي لما يكون في وسطها مكسب بيدي برضو ايه يعني تحس بقيمه التعادلات، ده احسن من لما بتتغلب. بس لو كنت يا كابتن كسبت ماتشين ثلاثه اعتقد اولا طبعا الاداء رائع، خلينا نتكلم بكل امانه، ويعني في طفره حصلت في نادي سموحه بعد توليك المسؤوليه بشكل كبير جدا، حاجات كتير قوي ايجابيه. ولكن وانت كمان مدرب وانا عارف هاني لما بنفكر لو المباراتين ثلاثه لو بعد التعادل كنا كسبنا كان زماننا دلوقتي على الاقل في المركز الرابع في المركز الثالث، بتصلح الكلام ده ازاي على المستوى الفني انك بتاهل لعيبتك انك اول حاجه انك ما تفرطش في الفوز، وانك مباراه التعادل زي ما انت بتقول يعني التعادل احسن طبعا من الهزيمه، لكن انا في رايي ان لما تكسب 3 ماتشات احسن ما تعادل 5 ماتشات او 6 ماتشات، فبتحل ازاي دي يا كابتن على المستوى الفني داخل الملعب يعني على المستوى الفني انت عندك مشكله كانت موضوع الفرص. احنا بشكل كبير جدا بنشتغل مع اللعيبه سواء بشكل فردي او بشكل جماعي. تمام. والشكل الجماعي مهم جدا بالنسبه لي، الشكل الجماعي هو ده اللي بيدي قوه للفرقه. صحيح. حته التركيز على لعيب واحد هو اللي بيجيب الاجوان زي حسام حسن برضه بتبقى حاجه كويسه ان عندك هداف كبير زي حسام حسن، بس برضه حته تنويع اللعيبه اللي بيجيك واحد.
احنا عندنا برضو اكتر من لعيب، عندنا مصطفى فتحي، عندنا حمدي، احمد عبد القادر، عندنا كبير الوادي، عندنا حتى من منعم سردباك او رجب مديل بالنسبه للكور الثابته. فالموضوع حته التنويع الهدافين دي حاجه كويسه واشتغلنا عليها بشكل كبير، وحته التصميم عند اللعيبه، وحضرتك ادرى كابتن هاني مدرب كبير برضو ادرى ان 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 حته التصميم ان انت دايما تعمل ضغط على اللعيبه بشكل ايجابي ان هم حته الفرص ان هي تجوع وتكسرهم في المحاوله، دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. طبعا اكيد اكيد. على ذكرك لحسام حسن رايح فين يا كابتن؟ هيروح فين؟ ده احنا حاولنا ناخد الاجابه من هاني العجيزي تحت الهوا بس ما عرفتش، لا انا ولا حاتم الشربين الحقيقه. قول لي انت اللي هتقول لي. هاني ما يعرفش. هاني ما يعرف، هو على فكره ما يعرفش فعلا. انا قلت له كده مش ما خباش علينا، انت اللي عارف. لا ان شاء الله ان شاء الله السنه اخر السنه يعني باشمهندس فرج هو اللي هيجي. طبعا هنتكلم على حسام، طبعا لعيب كبير وهداف، اعتقد هداف الدوري دلوقتي بثمان اهداف. دي النقطة اللي بكلمك فيها بقى كمان إن شاء الله على المستوى التدعيمات، أنت لو هتستغنى على حسام حسن أكيد بتفكر دلوقتي في راس حربة بديل بالنسبة للموسم القادم، وأنا عارف يمكن كابتن أحمد ناجي كمان، تحياتي طبعًا للكابتن أحمد ناجي اللي عمل طفرة كمان على مستوى حراس المرمى، والهاني سليمان مرشح إنه يكون موجود في منتخب وكان بيثني على شغلك، ودايمًا بيقول إن الكابتن أحمد سامي بيفكر كمان لقدام، إيه البلان اللي قدام؟ يا ترى كابتن احمد سامي شايف او حاطط عينه على عنصر هنقول اجنبي او مصري لخلافه حسام حسن بعد يمكن رحيله في الصيف، ولا لسه الامور مركز بس في الدوري السنه دي وتحقيق مركز كويس يا كابتن؟ بص يعني كلام حضرتك بتقوله كلام صح، بس يعني حته برضو التركيز دلوقتي مهمه جدا، وانت في وسط التركيز ده بيطرد عليك حاجات صحيح. لكن هي مش واخده التفكير قوي، يعني انت الدوري صعب، واحنا يعني حته المراكز احنا بنتكلم مع اللعيبه على حته تجميع الاضناب بشكل معين لغايه ما توصل لمرحله معينه، ومن خلال المرحله دي انت بتبني طموحك. صحيح. انت عايز توصل لفنش، لكن انا ما بقولش دلوقتي للعيبه احنا عايزين نروح نبقى تاني نبقى تالت، لان الكلام ما بقاش كده متوازن خالص. لا لازم يبقى حته الطموح دي على مراحل، ما يبقاش تدي اللعيبه الجرعه مره واحده. ممكن يحصل، لكن حته حسام حسن طبعا، حسام حسن ده انا بقول لك يا كابتن هاني، لا انا يعني طبعا انا مربيه من ما كنت ماسك الجيش، طلع الجيش لا حسام حسن من رصاصات الحربه الثقيله اللي برضه مش واخد حقه في اعلاميا. يعني هو احسن يكون ماشي كده جنب الحيطه احسن، ساعات بتبقى احسن تبقى ماشي جنب الحيطه احسن. وبعدين يا كابتن احمد انا موجود خلاص، يعني لو حسام مش انا موجود خلاص. هاني هو هاني جاهز ما شاء الله، فت كمان، لا ما شاء الله فت، وكمان بيقوم بدور دوت مع المهاجمين، بيلعب يعني في التقسيمات، اكيد بيلعب في التقسيمات يعني، لكن لا ممنوع يا كابتن، ما بيرضاش خالص يا كابتن احمد. والله العظيم انا بسمع ان انت شخصيتك قويه جدا جدا على اللعيبه، بس يعني شخصيتك قويه، وده يمكن اللي مأثر اصلا على يعني حتى الارقام واللي احنا بالاداء اللي احنا بنسمعه وبنشوفه. اكيد مش حكايه كده، واحنا عاملين رولز في الفرقه وفي انضباط، اللي بيخرج عنها بيتعاقب، لكن اللعيبه انا بعاملهم كاولادي او اخواتي الصغيرين، لازم التعامل عشان تاخد بنت كويس من اللعيبه، لكن حته الشخص والكلام ده لا مش موجود، في قواعد وفي اللي بيخرج عنها هو بيتحكم. لا طبعا بغض النظر عن اي حد كبير او صغير. صحيح صحيح، الرولز ده مهم جدا يا كابتن، بس يعني خلي هاني بس في التقسيمه يخش شويه. عايز اسال حضرتك اخر حاجه عن اللي جاي، عندك مباراه مصر المقصه، بعديها مباراه غزل المحله، ومباراه النادي الاهلي، ثلاث مباريات خلال الدوري او من خلال مشوار الدوري، الهدف منهم ايه؟ وهل حضرتك خلاص مع الاداره خلاص عندنا تارجت السنه دي ان احنا نكون متواجدين في المربع الذهبي، ولا لسه التارجت على اساس الدور الثاني ونشوفه في الدور الثاني يا كابتن؟ يعني هو طبعا باشمهندس فرج هو طول عمره يعني انت حضرتك ادرى وعارف هو عايز يبقى المربع الذهبي على طول، انا عارف هو طموح جدا، والطموح ده عندنا برضه، بس هو في نفس الوقت اللعيبه كابتن هاني لما يكون انا مثلا عندي في الفرقه لعيبه 99 كتير،
فانت لما بتضغط بشكل مش مناسب على اللعيب عشان يفكر في حاجه لسه بعيده مش حاجه كويسه، لازم بالتدريج تيجي النتيجه عكسيه طبعا. صح. اه بالظبط. فانت يعني كل مكسب انت بتعمله، كل خطوه انت بتعملها بتدي ثقه للعيبه اكتر. وخلي بالك التجارب الكتير هي اللي بتعمل خبره طبعا. الموضوع الخبره دي بتيجي كده يعني لما اجرب اللعيب ويلعب ويبتدي يجرب ويخفق مره وينجح مره، هي دي اللي بتعمل الخبره. صحيح. صحيح. اه بس يعني فحته الطموح، هي الطموح موجوده جدا بشكل كبير، بس بتبقى موجوده في اوقات، احنا بتبقى لازم احنا نزق اللعيبه او نضغط عليهم بشكل ايجابي. صحيح. صحيح. احنا بنشكرك يا كابتن احمد جدا جدا، موفق ان شاء الله في مشوارك مع سموحه ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا يا كابتن. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بنكمل مع حضراتكم هنا في البيت الكبير مع الكابتن طبعا هاني عجيزي. في بدايه الحلقه طرحنا سؤال على مواقع الاتصال الاجتماعي على صفحاتنا المختلفه في السوشيال ميديا، بتتوقع النتيجه كام امام فيتا كلاب؟ انت النهارده بتواجه فريق قوي جدا، منافس قوي، قدر ان هو يلعب بشكل منظم جدا جدا، والحقيقه اداؤه يمكن لافت في مجموعه الاهلي. فسؤال حلقتنا الموجود زي ما حضراتكم شايفين، متوقع او متوقعتي كام النتيجه، تخلص على كام؟ طبعا هنبدا بالفيسبوك كالعاده. استاذ بشوي فوزي بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 2-0. أستاذ صلاح عجوة قال إن شاء الله فوز الأهلي 1-0. محمد علي قال إن شاء الله يفوز الأهلي 2-0 برضو. في أستاذ مصطفى الشوشة، أستاذ مصطفى بيقول إن شاء الله الأهلي يفوز 2-1. أستاذ عبد الرحمن ممدوح بيقول 2-0 لصالح الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يا رب إن شاء الله. ده كان على مستوى الفيسبوك. على مستوى تويتر، وأحمد جميل بيقول إن شاء الله كلنا ثقة في رجالتنا وبأمر الله نكسب 2-1. حمودة بيقول برضو على تويتر إن شاء الله الأهلي 2-0. أنور المصري بيقول 1-0 بقدم أبو خالد. طبعا أبو خالد بيقصد بيه أجاييه. أحمد صالح بيقول 2-1 للنادي الأهلي إن شاء الله. مصطفى محمد بيقول فوز الأهلي بطل أفريقيا 3-0. برضو على تويتر رجب النجار بيقول إن شاء الله 2-1 للنادي الأهلي. معظمها اتنينات يعني إن شاء الله. يا رب يا رب. حتى أستاذ عبد من على إنستجرام برضو، أستاذ عبد 2-0 للأهلي. نورمين قالت إن شاء الله 2-0 للأهلي. معاذ وليد 2-1 للأهلي. 1-0 للأهلي ده أستاذ فؤاد. ماهر الطنطاوي 1-0 للأهلي. هاني عجيزي يقول إيه؟ 1-0 للأهلي. 1-0 للأهلي إن شاء الله. إن شاء الله. المباريات اللي زي دي هاني كتير. مش أنت مش متوقع إن في فرص كتير للأهلي، مش متوقع أهداف كتير، والمباريات اللي زي ديت بتبقى مباراة نتيجة بغض النظر عن الأداء، أنت عايز تكسب بالمباراة عشان تعدل يعني وضعك في المجموعة يعني. بالظبط. هو النادي الأهلي إن شاء الله أنا شايف إن هو هيقدر يحرز هناك هدف والمباراة تخلص 1-0 إن شاء الله. أنت توقعت على فكرة مباراة الأهلي والزمالك، قلت النادي الأهلي هيكسب 2-1 بس قلت أفشة وأجاييه. ماشي يعني فرقت معاك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. 1-0 مين ممكن يجيب جون؟ أفشة. كابتن هاني غششني. أنا متوقع أفشة، ولازم يقول أنا متوقع إن شاء الله أي حد إن شاء الله أي حد يحرز الهدف، أي حد يكسب، بس إن شاء الله نكسب بإذن الله. إن شاء الله. هني بتقول الكابتن أحمد سامي، طبعًا كابتن أحمد سامي يعني مدرب كبير وعنده خبرات كبيرة كمان وبيأدي بأداء أكتر من رائع. أنت تجربتك معاه إزاي على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي يعني؟ والله يا كابتن هاني يعني أنا بقالي 3 شهور مع كابتن أحمد، حاولت الحمد لله إن أنا أتعلم منه حاجات كتيرة جدا. عجبني فيه شخصيته قوية جدا، وفي نفس الوقت عنده ميزة كبيرة جدا إن هو بيقدر يتعامل نفسي كويس قوي مع اللعيبة. ده مهم طبعا. يعني اللعيبة قريبة منه جدا. في رولز أنت ماشي عليها في النادي، وفي حاجات ما ينفعش إن أنت تتعداها كلعيب، لكن هو بيتعامل مع اللعيبه بشكل احترافي كبير جدا. ده بالنسبه للشكل التعامل النفسي، لكن حته الفنيات
انا شايف مش عشان والله العظيم بجد مش عشان ان انا موجود في الجهاز او حاجه، لكن هو شخص مجتهد جدا بيروح النادي. كابتن احمد كابتن هاني والله من الساعه 10 الصبح قبل التمرين بساعتين ثلاث ساعات، بيمشي الساعه 10 بالليل، ما بيروحش في اي مكان خالص. كل تفكيره في الفرقه، كل تفكيره في النادي، ازاي ان هو يهيئ للعيبه كل سبل النجاح. الراجل بيشتغل بضمير، بيشتغل بيكافح مع اللعيبه. باشمهندس فرج برضو مش عايز انساه بصراحه، الراجل موفر كل حاجه للنادي وللفرقه. استقرار كمان اهم حاجه يمكن مهندس فرج، اهم حاجه اللعيب الكوره في كذا مداخله يمكن بالظبط. هو الكابتن احمد لما بيطلب اي حاجه من الباشمهندس بصراحه في ثانيه بينفذها له على طول، اسكات كفاءات او اسكان مثلا معسكرات او اسكان اي حاجه، ادوات حتى التولز كل حاجه بخصوص الفرقه. الحمد لله احنا جهاز فني بصراحه. انا شايف ان هو في يعني عاملين حاله كده، عارف يعني معانا الكابتن احمد ناجي برضه معانا. انتوا عندكم اعلى يعني ما فيش ادوات عند كابتن احمد ناجي في حراسه المرمى، يمكن جلنا هنا قريب وعرضناها حتى يعني اجهزه كده وحاجات ما مش في حته غير في سموحه يعني. في جهاز دافع الكوره كده كابتن احمد ناجي بيشتغل بيه، وفعلا مدي مردود كويس قوي من الحراس، اسكان هاني او اسكان عمر او اسكان تيمور. في معانا اربع حراس هايلين، كابتن احمد ناجي بيشتغل معاهم بشكل كبير جدا، وباين زي ما الكابتن هاني قال باين مستوى هاني سليمان الفتره الاخيره مستواه ارتفع بشكل كبير جدا. معانا كابتن احمد صالح من نادي الزمالك، شخصيه جميله وشخصيه محترمه. انا حبيت اشكر الناس النهارده، كان اول مره اطلع في قناه الاهلي، حبيت ان انا اقول لهم ان انا سعيد ان انا موجود معاكم، ويا رب ان شاء الله نحقق حاجه كويسه للنادي يعني. كمحلل اداء افضل ولا في سموحه افضل؟ بامانه بالنسبه لي بتفضل ايه لا الاثنين طبعا الاثنين لا مفيش حاجه اسمها الاثنين. طالما بيحب الكوره في حاجه اسمها حاجه بفضلها عن حاجه، في حاجه انا شايف نفسي فيها اكتر عن تقريبا عن هو المدرب ده هو الملعب ده حياته. لكن صح. لما بيجيب المدرب وبيتكلم على الكوره فبالنسبه له الامور واحده يعني، مفيش بيحس ان هو بيحس انه في الملعب يعني. بتحس انك في الملعب، اللي انا لو ما كان كنت قلت كذا. وجودك في الملعب ده سام يعني موضوع، ده اهم حاجه للمدرب يعني او لاعب الكره عامه. لازم تبقى موجود رجلك وانت موجود في الملعب، دي حاجه يعني حاجه كبيره للمدرب وللعيب. نشكرك جدا، ربنا يخليك يا سيدي، شرفتنا وموفق في مشوارك مع سموحه. ان شاء الله ربنا يخليك، سعيد ان انا موجود معاك، ورب دايما كده تالق، وان شاء الله اجي لكم بعد المباراه نكون فايزين باذن الله. ولا اجيب الجون أفشل ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك يا هاني، وبالتوفيق اولا في مشوارك التدريبي، كل التوفيق لنادي سموحه، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك. مشاهدينا خلصت حلقتنا، بكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء من 10 لواحدة في البيت الكبير، الساعه 11 بكره باذن الله. اتفضل.